بتاعتنا برسمه كده ونشوف المشكله عندنا ايه وليه هم عاملين الراوتنج دي اساسا. تمام، لو جينا فتحنا اهوت الباك تريسر جبت راوترين مثلا 2800 اهو، وجبت سويتشين اهو 2960. الشركه دي كده بتتكون من فرعين، تمام، فرعين ريموتلي عن بعض، بعاد عن بعض اهو. وجيت هنا جبت ايه؟ جبت جهازين كمبيوتر كده احطهم في كل نتورك عشان اتشيك بيهم كده ان الشبكه شغاله. هوصل كابلات السريت ما بين الراوتر والسويتش وما بين السويتش والجهاز اهو كده، ده الفاست، وبعدين هنا اهو فاست 0 على 1، وهنا فاست 0 اهو ما بين الراوترات. عايز اوصل خط الاس دي لاين. طيب الراوتر 2800 عارفين انه ما فيهوش سيريال، فهخش اركب له سيريال كده في الاول اهو. هاجي افصل الراوتر باور واجيب كارت ويك اهو واشغل الراوتر. هاجي اليمة التانية افصل الراوتر باور واجيب كارت ويك اهو واحطه في المكان بتاعه، سواء كان هنا او هنا او هنا، في اي سلوت انت عايزه. كل سلوت من دول بيبقى له ايه؟ رقم. فهحطه هنا اهو واشغل الراوتر. تمام؟ انا عايز الكلوك ريت يكون فين؟ في اي اتجاه انت عايزه اهو. ده كابل الدي سي اي اهو، وهبدا توصيل سواء من هنا او من هنا زي ما انت عايز، بس المكان اللي هتبدا منه توصيل هو اللي هتكتب عنده كوماند ايه؟ كلوك ريت. تمام اهو. طيب انا عندي هنا كام شبكه؟ كل رجل من رجول الراوتر معروف ان هي ايه؟ شبكه. فتعد كده معايا 1 2 3. فانا عندي كده 3 برودكاست دومين اهو. ادي شبكه صح، مش دي رجل اهي، ادي الثانيه هم مشتركين فيها، الشبكه دي الاثنين مشتركين فيها، ادي الثالثه. اهم حاجه لما تروح على الراوتر الواحد ما يبقاش الرجول بتاعته، تمام كده، اثنين منهم او ثلاثه او ايا كان العدد واقع في نفس الشبكه. فنروح على الراوتر ده، الراوتر ده له كام انترفيس؟ اثنين، واحده هيبقى في واقع في الشبكه اليمين اهي، والثانيه واقع في الشبكه الشمال اهي. الانترفيس بتاع الراوتر ده واحده واقعه في اليمين اهي والتانيه واقعه في الشمال اهي. هحط النتورك اي دي للشبكه دي 192.168.10.624 اهو. هحط النتورك اي دي للشبكه دي 192.168.20/24. هحط الاي دي بتاع الشبكه دي اهو. طيب علشان الراوتر يفهم الشبكه بتاعته يبقى لازم اخش احط الانترفيسز اي بي، وده اللي هعمله حالا. احط الانترفيسز اي بي. هي شبكه مثلا على سبيل المثال 1.0.24 دي شغاله من كام لكام؟ لو جيت بصيت كده هتلاقي 192.168.10/24. بمنتهى البساطه هو 24 بت للنتورك، فاضل لك كام بت للهوست؟ 8 بت للهوست. صح الكلام كده؟ ها، يبقى البرودكاست كنت بجيبه ازاي؟ حد فاكر البرودكاست كنت بجيبه ازاي؟ الله يكرمك، البيت ب 8 واحطها بواحد، او اجيب الصابنه ماسك واطرحه من 4255. الصابنه ماسك 24 يعني كام؟ 255 بالظبط كده اهو. لو طرحت ده من 4255 هيديك 0 اللي احنا خدناه في اول يوم، 0 0 255. اجمعهم بقى على رقم الشبكه، يبقى عندك البرودكاست بتاع الشبكه دي 192، يعني 0 192 192. ال 168 والزيرو ب 168. الواحد والزيرو بكام؟ 1. الزيرو 255 بكام؟ 255. بقى دي الشبكه بتاعتي وده البرودكاست بتاعها. اول اي بي زود على رقم الشبكه 1 اللي هيبقى كام؟ 192.168.1.1. اخر اي بي اطرح من البرودكاست 1 اهو.
دي كلها اجهزه جوه الشبكه دي اللي بيسموها الفاليد هوست اي بي، اللي هو 2 اس اتش ناقص كام؟ ناقص 2، اللي بيطير رقم الشبكه وبيطير البرودكاست. تمام. يفضل ان انت وانت بتحط الاي بي للراوتر، سيسكو بتقول لك ريكومندد تحط اول واحد بس. تمام. طيب تعالوا كده نشوف مع بعضنا ازاي بنحط اي بي للراوتر. دبل كليك على الراوتر اهو، سي الاي بتاعه، هقول له نو انيبل كونفيجر تيرمينال. عاده الراوتر بتاعي بسميه باسم السايت اللي هو واقع فيه، فاكتب هوست نيم مثلا وليكن طنطا اهو، بسميه بالسايت اللي هو واقع فيه. السويتش بسميه باسم الدور اللي هو موجود فيه، اقول فلور 1 فلور 2 فلور 3 هكذا. يبقى هوست نيم ايه؟ طنطا. وبعدين اخش على الانترفيس اهو، وبعدين نح، وبعدين رقم، واقول له اي بي ادرس. بالك ان الشبكه دي دلوقتي هقلبها اي بي فيرجن 6، يعني هقول اللي انا عايز اقوله هقلبها اي بي فيرجن 6، فانت عليك اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6. انتوا خدتوا البيزك بتاع الاي بي فيرجن 6 في السمستر الاولاني. تمام. هخش احط اي بي فيرجن 6 وشغال اي بي فيرجن 6. طيب اي بي ادرس 192 168 11. صبنة ماسك بتاعي اهو، في كوماند اسمه ديسكريبشن، ممكن تلاقيه في الكتب لو انت عايز تكتب اي كومنت، عايز تكتب اي ملحوظ على الانترفيس دي، فبكتب ديسكريبشن. تمام. هو كوماند مش ايه، مش مهم، فاعمل نو شوت داون عشان اقوم الايه الانترفيس عندي. خلاص انا كده حطيت اي بي للانترفيس دي، فلو بصيت كده هتلاقي نورت اخضر اهو، والسويتش هيقعد من 30 ل 50 ثانيه علشان ينور اخضر. 30 ل 50 ثانيه دول هتاخدوهم ان شاء الله في السويتشنج في السمستر الجاي، اسمهم السبانينج تري بروتوكول. هتعرف ليه هو اللمبه بتاعته بتقعد من 30 ل 50 ثانيه عشان تنور، اما اللمبه بتاع الراوتر بتنور على طول اخضر يعني. تمام. طيب عايزين نحط اي بي للرجل دي، بس الرجل دي مش واقعه في شبكه واحد، ده واقعه في شبكه 2، فهحط لها هي اي بي 2.1، واحط للرجل اللي قدامها اي بي 2.2 في الفرع الثاني. والكلوك ريت هينكتب عند مين؟ عند الفرع الاولاني عشان يتحول دي سي اي. تمام. دي سي اي، مش احنا قلنا في دي سي اي ودي تي اي؟ المودم بتاع الترانسميشن هو اللي بيبقى شغال دي سي اي، لما يبقاش في مودم كنا بنختار سيريال من السيريالز اللي عندنا بيشتغل هو دي سي اي، اللي هو السيريال اليمت الفيميل. تمام. فاكرين اول يوم؟ طيب هاجي هنا اهو واقول له اكزيت انترفيس سيريال 0 على 2 على ايه؟ على 0. اي بي ادرس 192 168 21 255 255 255 0. طب دي قيمة الكلوك ريت، عامل كلوك ريت 64000 مثلا بت بير سكند. وعارفين ان الكلوك ريت يا جماعة ايه؟ الكلوك ريت بينكتب بالبت بير سكند، وهي حاجات محددة، حاجات معروفة مسبقا. يعني انت لو عملت كلوك ريت كده وعايز تعرف القيم، اعمل كوتشن ايه؟ كوتشن مارك بس. فدي حاجات محددة على حسب الأجهزة بتاعة الترانسميشن. تمام كده؟ حاجات ثابتة، فما ينفعش أكتب أي قيمة كده من دماغي، لازم أختار أي قيمة من دول. وخدنا مع بعضنا الكلوكنج عبارة عن إيه؟ عن سرعة نقل البتات في الكابل. أما الباند ويتس هي عبارة عن الكباستي بتاعتك. تمام؟ طيب. وبعدين بعد ما خلصت كده هعمل إيه؟ نو شوت داون. فقال لك تشينج ستيت تو داون، المفروض يجي يقول له تشينج ستيت تو أب. بس منك لسه ما قومتش الانترفيس اللي قدامها فبتبقى داون، غير بتاعه السويتش. السويتش الانترفيس بتاعته زي ما انتم عارفين على طول بتبقى الديفولت بتاعها ايه؟ نوشوت داون. فلما بتعمل اي بي للراوتر في الانترفيس اللي يمت السويتش فبتلاقي بتنور اخضر على طول، دي نورت اخضر على طول. ليه؟ لان اللمبه بتاع السويتش اللي قدامها منوره، صح كده؟ مش لمبه السويتش على طول قايده، صح كده؟ ففي سيجنال، هي لقطت السيجنال دلوقتي فعلى طول تنور. اما بتاعت السيريال لازم تحط اي بي قدامها عشان اللينك ده ينور. فهروح اليمه الثانيه اهو واحط اي بي للانترفيس اليمه الثانيه. تعالوا بس ناخد الحاجات دي كوبي كده اهو. ها قولي. قول يا ريت الكوبي كده، عايزين نبدل الطريقه. ما انا هحطه لكم امبارح اهو. معايا؟ والله انا حطيت حاجات كتير قوي امبارح. مش عارف والله. في كوماندات بنكتبها في حاجات بتقع في النص، نيجي نعمل تلاقي الدنيا مش راضيه تكون، مش عارف ايه المشكله.
حضرتكم الله صحيح. بيديكي هلب يا باشمهندس، ايه اللي ينكتب بعد الكلوك ريت؟ ليها سرعه. ما انا بقول لك يعني الكوتش مارك ده على حسب ما انت كاتباها فين. نعم؟ حسب بالنسبه للتراس المؤجرين لك الدايره. انما انا هنا انا شغال كله، فانا بختار واحده من دول. فاهماني؟ انت ليه كتبت رقمها كده؟ لانك انت موصله ما بين راوتر وراوتر بسيريال. انا كنت ممكن اوصل ما بين راوتر وراوتر بفاست، في الحاله دي هبرمج فاست. صح الكلام؟ انما انا ربطهم دلوقتي سيريال، فهبرمج سيريال على حسب اللي انت موصلاه. ايه الفرق؟ الفاست هي ماشيه 100 متر بس. السيريال لا طبعا فايبر بقى. فانا عايز اقول لك ان في كونكشن 1 هنا يعني. نفس البورد؟ لا مش شرط، مش شرط. وده كان سؤال برضو المهندسه منور. ممكن اهو بالظبط. يعني ممكن هنا سيريال 0 على 2 على 0، وقدام اليمين هنا سيريال 0 على 2 على 1. ده الاي دي، ده الاي دي. لا ده الاي دي بتاع الراوتر في الراوتر الثاني. تمام. لا هو والله الايدنتيكال بس عشان اظبطها. لا مش صدفه، لا هي صدفه. هي صدفه. تمام. طيب تعال نروح للراوتر الثاني بقى ونعمل له كونفجريشن. هذا السي اللي اهو. الراوتر الاولاني كان في طنطا، الراوتر الثاني هيبقى فين؟ في القاهره اهو. او كونفيجر تيرمينال هوست نيم في كايرو. حلو كده. نخش على الانترفيس بتاعته اهو. فاست زيرو على ايه؟ على زيرو. اي بي ادرس. شايفين الفاست فين يا شباب؟ اهي الناحيه الثانيه اهي. يعني جوه شبكه كام؟ 3. هديلها اي بي من الشبكه دي 3.1. طبعا الشبكه 3.0 دي ما اقدرش استخدمها. يعني ده الاي دي بتاع الشبكه. ما بقدرش ايه؟ ما بقدرش استخدمها. فهيجي اديلها 3.1 اهو. اي بي ادرس 192.168.3.1 اهو. ونقول له ايه؟ نشط دم. بعدين اكزت. الانترفيس اللي في النص اسمها ايه؟ سيريال. زيرو على 2 على ايه؟ على 1 بقى. صح؟ ده رقم اهو انا غيرته. اهي. اي رقم. خلاص؟ ده رقم الانترفيس على الراوتر. وممكن يكون عندي راوتر اساسا بوصل فيه مديول 1. فيبقى سيريال 0 على 1، سيريال 0 على 2. ده رقم الانترفيس جوه الراوتر. طيب هخش اديلها ايه يا شباب؟ اي بي بقى اهو. هقول له اي بي ادرس 192.168.2.2. صح كده؟ اهو. لان 2.1 اديتها للمين؟ اللي قدامه اليمه الثانيه. مفيش كلوك ريت، وحتى لو كتبت كلوك ريت مش هيعمل لك حاجه. نو افكت، هياخده منك وخلاص. تمام؟ اهو. فقال لك تشينج ستيت تو ايه؟ طب مش معنى هنا اب وهناك كان داون؟ اصل انت كانت متظبطه مفتوح. خلاص؟ لو جينا خدنا كده كوبي زي الفول اهو. نحطه فين؟ في النوت باد بتاعنا. هذا الراوتر التاني اللي اسمه ايه؟ اسمه كايرو. انت عملت كده البيزك كونفجريشن. هل معنى ذلك لو انا حطيت هنا اي بي وهنا اي بي الناس هتظبط مع بعضيها؟ تعالى كده نشوف مع بعضنا. هاجي احط هنا اي بي اهو من الشبكه اللي هو واقع فيها، اللي هي شبكه 1.0. وادي له الاي بي بتاع الراوتر كجيت واي. ده يا جماعه رقم الانترفيس على الراوتر بتاعته هو. الناحيه الثانيه موجود شبكه كام؟ 3. فادي له اي بي من الشبكه 3 اهو. اهو. حلو كده.
الجهاز صح كده، من على الجهاز اهو تاني على الجهاز. انا مش عايز احط على الجهاز، عايز احط الجهاز اي بي، فهعمل دبل كليك على الجهاز يا باشمهندس منار اهو، وبعدين اقول له ايه يا باشا اي بي كونفيجريشن اهو ماشي. طب في الواقع، انا في الواقع بحط الاي بي ازاي؟ من هنا اهو، اوبن نتورك اند شيرنج سنتر صح كده، لوكال اريا كونكشن، بعدين بروبرتيز، بعدين اي بي فيرجن 4، وبعدين بروبرتيز، وبعدين احط بقى الاي بي اللي انا عايزه اهو صح. ده في الواقع يعني. على الباك تريسر الوضع ايه؟ الوضع مختلف. طيب بعد ما حطيت ده اي بي وده اي بي، هل يقدروا يوصلوا لبعض؟ ها سويتشات ايه؟ سويتشات ما بتاخدش اي بي ولا اي حاجه. عايزين تحطهم تقسموهم فيلانات؟ انا مش عايز اقسم فيلانات، انا عايز ده يبقى فيلان وده فيلان، عادي جدا ما فيش مشكله. خلاص انا خلاص راوتنج دلوقتي، احنا طلعنا دلوقتي ايه على الراوتنج تمام. فانا مش عايز اعمل فيلانات ولا اي حاجه، والسويتشات باي ديفولت شغاله، ما فيش خوف منها خالص تمام كده. اول ما بتحطها بتشتغل الديفولت بتاعتها. هل يقدروا يوصلوا لبعض؟ يعني اقدر اوصل للراجل بتاع القاهره بتاع البي سي ان هو؟ ما احنا دي القصه بقى اللي هنتكلم فيها. ايه القصه اللي هنتكلم فيها؟ حضرتك لو جبت دلوقتي باكت من هنا لهنا، فالباكت دي لو جيت تقرا اللي فيها، يعني لو جيت تقرا اللي في الباكت، ثواني كده عليا. طبعا ازاي بتلغي الباكت يا باشمهندس؟ اهو الديليت اهو من هنا، يعني هي بتبقى كده عندك في باكت تريسر، تقطع السهم ده وديليت عشان تلغي الباكت اللي كانت قبليه. بصوا بصي اهو، بص كده مش دي كانت باكت اهي، انا عايز الغي الباكت اللي اهي، هجيب السهم من جوه اهو شايفاه اهو اهو سامع اهو تحت خالص اهو شو ضغطه اهو الباكت اهي، اعلم عليها وديليت خلاص كده البيبي ديو طارت. يعني هو انتم مش شايفين الرسمه؟ شايفينها؟ ها الشاشه؟ ماشي طيب وضحوا لي بس عشان ابقى يعني ايه متوقع ان انتم شايفين الرسمه قدام. الظرف المفتوح ده لو انت عايز تغير البيانات بتاعته وانت طالع، يعني تغير في الاي بي، تغير في كارت معين، تغير في الانفورميشن بتاع الباكت. هو ده مش اي اكشن خالص ايه؟ يعني سيميوليشن بقى، ما لسه ما عملتش سيميوليشن اهو، اخش على سيميوليشن وبعدين. بصوا كده يا شباب انا عايزكم تركزوا في الحته دي. اولا هتلاقوا السورس اي بي رقم الجهاز اهو صح، الديستنيشن اي بي رقم الجهاز ده، السورس ماك الماك بتاع ده، الديستنيشن ماك ده السورس ماك اهو شايفينه اللي فوق ده، الديستنيشن ماك اللي تحت ده الماك بتاع الجيت واي بتاعتي صح. هو عمل ارب وخلص تمام، هو عمل ارب وخلص، انا عملت سيميوليشن وريال تايم وسيميوليشن وريال تايم. هو حتى بيقول لك ده هو جابه من الارب اهو، النكست اي بي ادرس الارب راح جابه ما اعرفش ايه. يبقى السورس اي بي بتاع الاند تو اند بتاعي انا وبتاع جهاز الياهو اللي هناك اللي بكلمه ده السورس اي بي والديستنيشن اي بي. اما السورس ماك الماك بتاعي، والديستنيشن ماك الماك بتاع الناس اللي بعدي على طول بتاع الجيت واي اللي بعدي. طب والسويتش يا عم؟ السويتش مش موجود، السويتش جهاز ترانسبيرنت. اللير 1 بقى اللي هو شغال ايثرنت، الانكودنج بتاع الايثرنت، مش الباكت بيبقى لير 3 تمام اللي هو النتورك لير، وبعدين لير 2 داتا لينك لير، وبعدين لير 3 اللي هو شويه الاصفار بقى، الاصفار بتاعتنا دي فريم ايثرنت تمام اللي هو ستريم اوف بيت فيزيكال لاير بالظبط خارج من بورت ايثرنت. حضراتكم لو انتوا حتى دلوقتي شفتوا الماك هتلاقوه عامل ازاي؟ ده الماك اهو 0060 اكتبوه كده عندكم 0060 اللي هو ديستنيشن ماك تمام؟ 70 7 بي 051 051 الماك ده بتاع مين يا شباب؟ بتاع الديفولت جيت واي اللي هو اسمها ايه؟ فاست 0 على 0. علشان حضرتك تتاكد ان ده الماك بتاعها ممكن دبل كليك على الراوتر كده وتيجي في الشو باشمهندس علاء كده اهو، وتعمل ايه؟ شو
انترفيس واسم الانترفيس اللي انت عايز تشوف الماك بتاعها وتشوف الانفورميشن بتاعتها. شو انترفيسز واسم الانترفيس اللي انت عايز تشوف الماك بتاعها وتشوف البيانات بتاعتها. لو عملنا انتر كده هنلاقي الماك اللي انتوا كاتبينه قيمته شويه اهو، صح كده اهو. شو انترفيسز واسم الانترفيس ده الكومنت. لو جيت بصيت كده يا باشمهندسه هتلاقي الماك اللي انت لسه كاتبها لنا اهو في عندك في الورقه، هو هو ده الديستنيشن ماك. عشان كده لما الجهاز بيجي يبعت معلومه بيحط الاي بي بتاعه والاي بي بتاع اللي رايح يكلمه هناك، بس الماك بتاعه والماك بتاع مين؟ بتاع الراوتر اللي بعده. والماك ده بيتغير كل ما الباكت تمشي ما بين راوترين، تمام كده. كل ما الباكت تطلع من راوتر تروح للراوتر الثاني يشيل الماكات القديمه ويحط ماكات جديده. اقول ايه انا مش واصل ياسمين كده معلش. ها اخر جهاز ده الاي بي اللي رايح اللي بعده، ايوه اللي بعده على طول النكست هوب بتاعه. يعني ايه كلمه نكست هوب؟ يعني جاري، تمام، يعني الراوتر اللي بعدي مش سويتش. يعني انا عايز ابعت لك باكت، تمام، فمش هينفع ابعت لك باكت كده على طول احذفه كده، لا ده احنا معديين على راوترات في السكه. فانا بحط الاي بي بتاعي والاي بي بتاعك ليه؟ علشان الباكتات وهي ماشيه ما بين الراوترات يعرفهم هي رايحه فين، يعرفوا الراوتر الروت ده فين، وكل واحد بيحط الماك بتاعه والماك بتاع الراوتر اللي بعده. الباشمهندس تشيل الماك بتاعه وبتاعها وتحط الماك بتاعها والماك بتاع الباشمهندس اللي بعدها وهكذا. فالفريم عمال الباكت بتتحول لفريم وترجع تاني الباكت. كل ما تروح للراوتر يقوم مقشر الفريمات القديمه الماكات القديمه وحاطط سورس ماك وديستنيشن ماك جديد وباعت اللي بعده واللي بعده واللي بعده. طب هو ايه اللي بيخليه يمشي في الطريق ده او يمشي في الطريق ده او يمشي في الطريق ده؟ الاي بي. ان جوه الباكت في حاجه اسمها ديستنيشن اي بي، صح كده؟ فهو ده اللي بيوجه الباكت. طيب تعالوا نكمل بقى القصه بتاعتنا. يعني انت حضرتك دلوقتي لو بعت الباكت دي مش هتوصل للشبكه الثانيه؟ لا مش هتوصل، هتيجي عند الراوتر بتاعك ويبص جواها يلاقيها روحها للشبكه كام؟ 2، بس مش دي الباكت، انا الباكت اللي وقعت دي اهي راح الشبكه 3، صح كده؟ الديستنيشن اي بي بتاعها كام؟ 3. هو الراوتر بتاعك وقع الباكت ليه وبعت لك الباكت الحمراء دي؟ الباكت الحمراء دي معناها انريتشابل. هو ليه بعت لك الباكت الحمراء دي؟ اصل الباكت اللي طالعه راح على 3، وهو اول ما جات له الباكت قال لك اما اشوف 3 دي فين، فبيشوفها في جدول اسمه الراوتنج تيبل. يبقى اول ما الباكت توصل للراوتر بيوصل له لير 1 شويه اصفار وحاجه شويه كهرباء يحدد بدايه ونهايه الفريم. بقى فريم دلوقتي، بقينا لاير 2 دلوقتي، الحته بتاع السنكرونايزيشن والكلام ده كله، تمام. يقوم مقشر الفريم، مقشر الهيدر والتيلر بتاع الفريم، رميهم ما يبصش ليهم، انا بقول خطوات اللي الراوتر بيعملها. يبقى اول حاجه الراوتر بيجي له شويه كهرباء، شويه الكتروماجنتيك ويف جيم في الهواء على حسب الكارت اللي هيستقبل الفريم بقى، شويه شويه ضوء جاي له في كابل فايبر، هيحدد بداية ونهاية الفريم. أول ما نحدد بداية ونهاية الفريم من شوية الأصفار وحد اللي جوله كده، حول الداتا من لير 1 للير 2. ما يبصش للفريم ولا يبص المكات ولا يبص للير 2 ولا يبص لأي حاجة، يقشره عدل. فالراوتر على طول بيعمل إيه؟ بيقشر الفريم كده، طلعه من لير 2 للير 3. شايفين يا جماعة هي خطوات، مش بيطلعه يعني، هي خطوات. فأول حاجة بيحدد بداية ونهاية الفريم كده، حوله من لير 1 للير 2 بقى فريم. شال الاجزاء بتاعه الهيدر والتيلر على حسب نوع الفريم بقى، ها طلعنا لير 3 بقى ايه؟ بقى باكت. يعني ايه بقى باكت؟ بقى اوله ديستنيشن اي بي وسورس اي بي. يبص على الديستنيشن اي بي ويشوف الشبكه بتاعه الديستنيشن اي بي ده متخزنه عنده جوه الراوتنج تيبل ولا لا. طب هو الراوتنج تيبل ده بجيبه ازاي؟ بشو اي بي روت. فبص جوه الجدول بتاعه ما لقاش فيه غير شبكتين، 1 و2، والباكت كانت رايحه للشبكه مين؟ 3. فالراوتر ما يعرفش الشبكه 3،
فراح موقع الباكت وبعت لك انريتشبل، صح كده؟ مفهوم كده؟ تاني بقى، تاني الخطوات واحده واحده كده. يبقى اول ما الراوتر يستقبل سيجنال من اي بورت من البورتات بتاعته، السيجنال ديت يا جماعه ايا كان طريقه الانكودنج بتاعتها، فايبر ولا كهرباء ولا الكترون، ايا كان، بيقوم عاملها ايه؟ مجمع الداتا بتاعت الفريم، محدد بدايته ونهايته. تمام كده؟ طب ازاي بيحدد بدايته ونهايته؟ ده دور الكارت بقى. لو عايز تعرف الكلام ده بقى روح ادرس انكودنج بقى وموديوليشن وكلام من ده. تمام؟ وازاي الداتا بتبقى راكبه على القريه على حسب بقى بتاعتهم، الموديوليشن بتاعهم شغال ازاي؟ سواء كان فايبر او نحاس او كلام من ده. يبقى هو بيحدد بدايته ونهايه الفريم. مين اللي بيحدد بدايته ونهايه الفريم؟ عندك جزء كده في كارت الشبكه بتاعك اسمه الماك. ده اللي بيعمل حاجه اسمها ايه؟ بيحدد بدايته ونهايه الفريم. حددت بدايته ونهايه الفريم، تمام، اروح اقشر الهيدر والتيلر بتاع الفريم كده، تحول الفريم بتاعك لمين؟ لباكت. الباكت ده موجود مين في الهيدر بتاعه؟ الديستنيشن اي بي. الاي بي اللي هو رايح له، هياخد الديستنيشن اي بي ويشوف الشبكه بتاعه الاي بي ده موجوده عنده في الجدول ولا لا. والله موجوده هفروت، مش موجوده ديسكارد. طب لو الشبكه موجوده الراوتر هيعمل ايه؟ هيبص الشبكه ديت مربوطه بانهي انترفيس عنده، مربوطه بانترفيس فاست ولا مربوطه بانترفيس سيريال ولا مربوطه بانترفيس شكله ايه بالظبط، الشبكه اللي هو ايه رحله. تمام كده؟ ويقوم ماسك الباكت اللي وصل للليير 3 مرجعه تاني ايه فريم، ومرجعه تاني ايه انكودنج. شويه اصفار وحايد، والله لو هيخرج من كارت ايثرنت يبقى هيحول لك شويه كهرباء، لو هيخرج من كابل فايبر شويه ضوء، لو هيخرج من كارت واي فاي هيحول شويه ايه الكتروماجنتيك ويف في الهواء. يبقى تاني بقى، يبقى الراوتر اول ما يلاقي الشبكه دي موجوده يقوم مكاريت الفريم تاني، بس فريم جديد بمين بقى؟ بسورس ماك وديستنيشن ماك جديد. طب هو ما معوش الديستنيشن ماك بتاع اللي بعده؟ هيعمل ارب، وهو موجود في لير 3، يبقى ما يتنقلش من لير 3 يروح لير 2 الا لو كان مع مين؟ الادرس. طب ما معوش ادرس يعمل ارب، وعشان كده الارب موجود في لير 3 مش موجود في 2، وهي مش موجود عنده باكت. تمام، انا هبعت الباكت لمين؟ للباشمهندس سيد. بس الكارت عشان يوصل للباشمهندس سيد لازم يطلع مني وروح لمين؟ باشمهندس غاد مثلا. تمام كده؟ طب انا معيش الماك بتاع باشمهندس غاد، اعمل ارب عليه، اقول لها اديني الماك بتاعك، تقوم بعت لي الماك بتاعها. ام كيشه عندي فين؟ في الارب كاش، بحط الماك بتاعي والماك بتاعها خلاص، وابعت لها شويه الكهرباء. طالما بعت راوتر ملوش دعوه، راح عند الباشمهندسه، الشبكه بتاع المهندس سيد مش موجوده عندها، هتوقع الباكت، موجوده هتفروت. فالراوتر يا جماعه هو عباره عن موجه، ملوش دعوه الباكت وصلت ولا ما وصلتش. الراوتر اول ما الباكت تخرج من الانترفيس تحته ملوش دعوه بيه، ممكن يجي في النص كده هو ماشي بامانه الله، ويجي في النص والباكت تقع، لان في راوتر في النص ما يعرفش الشبكه اللي الراوتر رايح لها. لا ما جاتش، هي جايه النهارده بكره. ان شاء الله. تمام؟ ففي راوتر في النص طلع ان الادمن نسي يحط عليه الشبكه بتاع الباشمهندس سيد، ايه اللي يحصل؟ بعد ما الباكت يمشي ويروح عند الباشمهندس محمد يوقعه. الحته دي الراوتر بتاع الباشمهندس بيسميه ايه بقى؟ بلاك هول. بيسموه في النتورك بلاك هول. نقطه سودا في النص، حفره سودا في النص. لو في راوتر ما يعرفش شبكه معينه في الشبكات بتاعت الشركه، هنقعد نبعت له الايه؟ الباكت. هيجي هو يتشك على الجدول بتاعه مش هيلاقي الشبكه دي، يعمل فيها ايه؟ هيوقع لك الباكيتات كلها. انت دورك كادمن بقى تعمل ايه؟ تحافظ على كل الشبكات اللي موجوده في التيبلز اللي موجوده في الراوترز. هقعد على الراوترات بتاعت الشركه اعرفها على كل الشبكات الداخليه والشبكات الخارجيه لو انت عايزه يتكلم بره. الراوتر لو ما بيعرفش شبكه يعمل ايه في الباكيت؟ يوقعها. لا يا باشا، لا يا حبيبي، جاي اهو سؤال رائع. في حاجه اسمها الديفولت ستاتيك روت، سكه اللي ملوش سكه. تمام، الله يكرمك.
انا بقى مش هقعد اخزن الاي بي بتاع الياهو والهوت ميل ومصراوي ما اعرفش لسه جاي. انا بخزن اللي عندي في الشبكه بس، بخزن عندي كل الفروع بتاعتي بعته بره. الله يكرمك. لسه 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 هنتكلم عليها ان شاء الله دي. لسه لسه جاي. ايه ايه يعني. اه طبعا يا باشا طبعا. انا بقول له من البدايه مثلا لو انت طبيب حصل حاجه في الروح او المكان ده ممكن ممكن اقول له كده. ممكن ممكن اقول له كده. اه ممكن شبكه يحذفها في مكان فلاني. ممكن ده لسه هنتكلم عنه ان شاء الله. تمام. اللي هو سكه اللي ملوش سكه اللي هو بيسموه الديفولت ستاتيك روت. ايه التايه بالظبط. اه انا حاسس مش مصدق انت ندمان جيت الكورس. هو كورس 5 اسابيع بعدها كله بيتوب بعد كده. طيب تعالوا كده بقى بعضنا بقى نشوف الدنيا تمشي ازاي. يبقى انا كده بمنتهى البساطه يا شباب الراوتر بتاعي مش هتلاقوا فيه غير الشبكات اللي جنبه اللي هي شبكات 1 و2 اللي واخده رمز ايه؟ سي. رمز السي دي يعني دايركت كونكتد. دايركت كونكتد شبكات متوصله بالراوتر توصيل مباشر. يعني الراوتر ده عارف الشبكه 1 والشبكه 2 وعلى طول بقى نطلع في الحته بتاعت الراوتنج. ايه الحته بتاعت الراوتنج؟ ان الشبكات عندنا جوه الراوتنج تيبل. النتورك جوه الراوتنج تيبل نوعين. اهو النتورك جوه الراوتنج تيبل نوعين. شبكات متوصله توصيل مباشر بيسموها دايركت كونكتد نتورك. بس قبل ما تكتب توصيل مباشر شبكات سيلف ليرند بيسموها كده. شبكات سيلف ليرند وشبكات ليرند. شبكات الراوتر بيتعرف عليها لوحده من غير ما انت تعرفها له، واللي هي بنقول عليها مين؟ الدايركت كونكتد نتورك اللي هي الشبكات المتوصله بالراوتر توصيل مباشر. متوصله بالراوتر توصيل مباشر فهو الراوتر بيعرف الشبكه دي ايه؟ لوحده. اه يعني انا لو انا هنا اهو جيت هنا وجيت هنا حطيت له ده اي بي 1.1 تلاقيه على طول يقوم مخزن جواه مين؟ شبكه 1.0. اه 1.0 مش انا حاطط الانترفيس بتاعته 1.1 حطيت الفتحه بتاعته 1.1. طب جاب الاي دي بتاع الشبكه منين؟ لا مش هو انا بحط الاي بي بتاع الانترفيس، بحط الاي بي مع السبنت ماسك. وخدنا قانون اسمه الاندنج. لما تجيب الاي بي وتعمل له اندنج مع السبنت ماسك يطلع لك الشبكه بالظبط. فهو اول ما تحط له اي بي ادرس، يعني اول ما عملتك ده يا باشمهندس، ها باشمهندس منار، اول ما عملتك ده اهو اي بي ادرس 1.1 واديته السبنت ماسك ده اهو، راح عامل لهم اندنج مع بعض وراح مخزن لك ان عنده شبكه 1.0 متوصله بمين؟ بالفاست دي اهي عنده في الجدول. طب مش منها الفاص دي لان دي اللي خدت الاي بي ده. حلو الكلام كده؟ ها بس يا سيدي. فالراوتر جواه ما بيتخزنش اي بيهات. الراوتر جواه بيتخزن ايه؟ شبكات نتورك. حلو؟ ها طيب. يبقى الراوتر يا شباب الشبكات اللي جنبه بيتعلمها لوحده. طب الشبكات البعيده؟ في شبكات ليرند اللي هم بيسموها الريموت نتورك اللي هي الشبكات البعيده عني. يعني ايه شبكات بعيده؟ يعني ايه مصطلح شبكات بعيده؟ يعني مش بتاعتي. عشان اروح لها لازم اروح للراوتر تاني. عشان اوصل لها لازم انا ايه؟ الراوتر يبعت الباكت للراوتر تاني. الشبكات الريموت نتورك دي يا جماعه لا اما انت تخش تعرفها للراوتر بايديك وده بيسموه مانوال بايديا، وفي طريقه هنا مانوال اسمها ايه؟ ستاتيك روت اللي هناخده النهارده. اخش انا بايديا اعرف كل راوتر على الشبكات البعيده عنه. طب تصوروا كده مثلا لو حضرتك عندك مثلا بتاع 2000 شبكه فانت مضطر تخش على كل راوتر تعرفه على 2000 شبكه اللي بعاد عنه.
راوتر راوتر صح. ولو شبكه منهم وقعت هتضطر انت تخش على ال 200 راوتر بتوعك دول الراوتر تشيلهم بايديك واحده واحده صح كده. ده ستاتيك. فالاستاتيك بيفضل اكتر في الشبكات الصغيره والشبكات اللي ملهاش غير طريق واحد والشبكات اللي ما بتتغيرش كتير. ده الاستاتيك روت. لان الاستاتيك بيبقى الاوفر هيدك عليك انت كادمن ما بيبقاش على الراوتر. بس طبعا الاستاتيك مور سكيور. يعني تيبولوجي انا عندي هو بص الشركه بتاعتي اربع فروع. اربع فروع دول فيهم 15 شبكه خلاص واحنا شغالين كده ولا بننقص. و15 شبكه يعني ايه 15 كوماند وخلاص هينكتبوا في الاول وشكرا بس تمام. استاتيك روت استاتيك روت. بس انا اعرف ان تي داتا شغاله او اس بي اف من زمان. يعني اعرف ان تي داتا شغاله او اس بي اف من زمان هي والمصريه. بس ده على مستوى الراوتر على مستوى الكور. مش عارف فعندكم انتوا استاتيك. انا ببرمجها بحط لها 5 6 7 خطوات راوتنج تيبل وخلاص على كده. شكرا كده. دايما بيبقوا غلط ودايما الكابينه ما بتشتغلش. المانوال بعد كده. في عندنا طريقه ثانيه اسمها اوتوماتيك. ايه الاوتوماتيك دي؟ ان الراوترات انا هشغل عليها سوفت وير وهي اوتوماتيك هتتعرف على الشبكات لوحدها. ازاي؟ من الاخر كده هخلي الراوتر يرغي مع الراوتر اللي جنبه. فانت تديني الشبكات بتاعتك اللي متوصله بيك توصيل مباشر وانا اديك بتاعتي. صح؟ يبقى هخلي الراوترات تتكلم مع بعضيها. انت متعلمه اربع شبكات اديني الاربع شبكات اللي عندك وانا اديك اللي عندي. فكل راوتر يدي الشبكات اللي موجوده عنده في التيبل للي جنبه. بس دي عايز ايه يا باشمهندس سيد؟ عايزين نقعد نرغي مع بعض. هنرغي مع بعض ازاي؟ لازم ننزل على الراوترات سوفت وير بيسموه دايناميك راوتنج بروتوكول. دايناميك ايه؟ راوتنج بروتوكول. سوفت وير بنزله على الراوترات بتاعتي علشان يعملوا شيرنج للانفورميشن اللي عندهم. علشان كل واحد يدي التاني الانفورميشن اللي عنده. وبعد ما تديني الانفورميشن اللي عندي هندسه ده كمان بيقعد يحسب لك احسن طريق لكل شبكه. الدايناميك راوتنج بروتوكول ده ازاي بقى بيحسب احسن طريق؟ هنتكلم بالتفصيل لسه. مش اقرب، ممكن يكون الاسرع، ممكن يكون الاقل لود او الاقل ديلي او الاقل عدد من الراوترات. اللي انا عمال اتكلم فيه ده لسه هناخده في الكورس بقى تمام. فالدايناميك راوتنج بروتوكول بيديك الانفورميشن بتاعته. بس الباشمهندس سيد قال انا عندي الشبكه بتاعه طنطا بكوست 20، والباشمهندس صلاح قال انا عندي الشبكه بتاعه طنطا نفس الشبكه بس بكوست 10، اخد بتاع الباشمهندس صلاح. طب ايه الكوست دي بقى؟ كبر دماغك منها، اعرف ان هي تكلفه دلوقتي، لان الكوست ديت ممكن تكون ديلي، ممكن يكون لود، ممكن يكون ريلابيليتي، ممكن يكون مترك. تمام كده. هنعرف كل الكلام ده ان شاء الله، لان كل راوتنج بروتوكول بيحسب الكوست بطريقته، وانت كمان كادمن ممكن تلعب له فيه. انا احسن طريق بالنسبه لي باندويتس، فخلي كل حساباتي بناء على الباندويتس. فالطريق الاعلى في الباندويتس هو اللي هيديني اقل تكلفه. واحد تاني بالنسبه له احسن طريق الديلي، الراجل بتاع الفويس، فيعمل حساباته في الشبكه كلها على مين؟ على الديلي. فاعلى ديلي يديله اكبر كوست، الاقل ديلي يجي له اقل كوست. تمام. فان شاء الله هناخد الكوست ده بالتفصيل ما تقلقوش. بس انا عايز اقول لك ان في حاجه اسمها دايناميك راوتنج بروتوكول. فديت ايه الدايناميك راوتنج بروتوكول يا باشمهندس؟ ان انا بنزلها على الراوترات علشان كل راوتر يدي الانفورميشن بتاعته للراوتر اللي جنبه، وكمان هو يحسب لك احسن طريق، وكمان لو في شبكه وقعت يروح يعمل شيرنج الناس كلها، الشبكه اللي انا كنت مديها لكم اللي اسمها كذا كذا وقعت شو اعمل عندكم. بس كده كل الاوفر هيدك اترمى على مين؟ على الراوتر. بروسيسنج ورامه، مش عمال يحسب بيست روت وعمال يخزن جوه الجدول وعلى الترافيك وعلى الباند اللي انا ماجره من الناس بتوع الترانسميشن، وعمالين نرغي مع بعضنا.
فهو ما هو سكيور، لان ممكن حد يعمل عليهم سنيفنج، صح كده؟ وعشان كده ان شاء الله هناخد ازاي الدايناميك راوتينج بروتوكول نعمل لها اوثنتيكيشن قبل ما تبعت الابديت بتاعها تشفره. اصلا خايف من باشمهندس عليا، انا مأجر منه خط فايبر، احتمال يحط راوتر عنده هناك ويلقط كل الابديت بتاعي، صح؟ هناخد ازاي لما يجوا يبعتوا الابديت بتاعهم بينهم بعض يبعتوهم الشفر. انا عايز اقول لباشمهندس سيد معلومه بس مش عايز الناس اللي في نصنا تعرفها، فبعت لهم الشفاره وهو عنده كي وانا عندي كي، تمام؟ يبقى هو ما هو سكيور بس سكيلابل بقى، يشغل لك اي عدد من الراوترات الدايناميك راوتنج بروتوكول. مش انا معايا مش من غير ما اخش انا كانترفنشن منين؟ من الادمن، تمام؟ شكل مين الدايناميك راوتنج بروتوكول اللي احنا هناخدهم في الكورس؟ ايه ده؟ سوفت وير ده بروتوكولز بقى يا باشمهندس. في منها الستاندر وفي منها اللي تبع سيسكو. يعني في واحد اسمه الاي اي جي ار بي كان تبع سيسكو. انا بقول لك كان تبع سيسكو لحد امتى؟ لحد 2013 اللي هو الاي جي ار بي ده، ما يشتغلش غير على السيستم بتاع مين؟ سيسكو. فسيسكو لقت نفسها انضربت في السوق. ازاي؟ ان ما حدش بيشغل اي جي ار بي ده، كل الناس بتروح للاوس بي اف ده اوبن ستاندر. ليه؟ اصل انت كراجل بتاع شركه ممكن يكون عندك فروع شغاله سيسكو وفروع شغاله هواوي وفروع شغاله ما اعرفش ايه، فانت عايز راوتنج وتكون شغال على كله. فسيسكو اضطرت في 2013 ان هي تفتح الاي جي ار بي ده لكل الفيندور. قالت اي فيندور عايز ياخد الاي جي ار بي ده بتاعي ياخده ببلاش ويحط عنده فين؟ على الراوترات بتاعته. فبقى الاي جي ار بي كمان اوبن ستاندر، فكل الراوتنج بروتوكول اللي موجوده دلوقتي اوبن ستاندر، تمام؟ هو طبعا ما حدش عبرها ولا خده لحد دلوقتي. عايزين يحتاجوا سوق. ما هو من غير الاوبن ستاندر صراحه كانت الاوبريتور انضربت على دماغتها لما شبعوا. يعني من غير، يعني انت عارف زمان احنا كنا بنعمل ايه؟ انت عندك شبكه مثلا جايبها من اي بي ام، لو كارت عندك عطل تروح لاي بي ام. هو ده انت كده يعني كده الدنيا ضايعه. وعشان كده عملوا المؤسسات بتاع الستاندر، لو كانت الايثرنت ضرب وانت مش عايز تشتري من سيسكو روح اشتري من هواوي، روح اشتري من جينبر. اولا زود التنافس ما بين الفيندور وبعضهم ان هم يعملوا امبلمنتيشن احسن من بعض، ثانيا في حاجه ستاندر مش عاجبني البرودكت ده هروح اشتري منين؟ من حته ثانيه. ها مش تيبل دايناميك راوتنج بروتوكولز؟ لا مش بيوريني. بيخزن جوه الراوتنج تيبل بتاعك الشبكات الريموتلي، بيعرفك على الشبكات البعيده. انا هقول لك اهو بقى، هقول لك اهو، صل على النبي بس كده. انا لما جاي ابعت لك الابديت بتاعي انا ببعته دلوقتي في وسط الناس دي كلها. فالناس ديت لو حد فيهم عايز يعرف ايه اللي في الابديت هياخد الرساله ويقرا اللي فيها، هيعرف ان في شبكه اسمها 1.0 عندي بعتها لك. ايوه لو بيعرف يعمل سنيفنج يقدر يقراه، ايه المشكله؟ بصي يعني هو التشفير ده ما بيننا وبين بعضنا كويس كل حاجه وابن حلال، تمام كده؟ التشفير ده يا فندم التشفير ده اصلا مش موجود في العالم بحاله، يعني التشفير ده كل برامج التشفير الموجوده كلها ليها باك دور. حتى كابلات الفايبر المرميه في البحر لها باك دور. بيتنوها بشكل معين، تمام؟ وياخدوا الضوء اللي جاي منها بياخدوا منه نسخه. ده معروفه جدا يعني، كابلات الفايبر انت بتقولك اعلى بروتكشن واعلى معرفش ايه. امريكا طلعت بتتجسس عليها اللي مرميه في البحر. باجهزه معينه بتتني الكابل كده، تمام؟ وياخد منه كل الانفورميشن اللي في قلب الكابل. مين قال ان البروتكشن شغال؟ فالبروتكشن كده كده بينفك. لو انت عايز تفك البروتكشن وعندك شويه انفورميشن جامدين وتولز جامده هتفكيه. انما على المستوى الكوميرشال المستوى التجاري لا، يقول لك الام دي 5 مالهاش ريفرس انجينيرنج، ما تعرفش تفكيه. بس هو كده مش سكيور. تمام؟ انا باعت الحاجه في وسط الناس وبقول لك انا مأمنها. ممكن اي حد في سكه ياخد منها كوبي ويبقى عنده تولز ثانيه هو عارفها يعرف فيها ايه؟ يفكها؟ بس هو عامل يعني. بالظبط ماشي ماشي. بالظبط بالظبط يعني هو عقلها وتوكل يعني. بالظبط صح كده؟ بالظبط. تمام؟ فهو ما هي السكيور شكل الاستاتيك، اما الاستاتيك الراوترات ما بتتكلمش مع بعضيها. فما فيش ابديت طالع من بيني وبين الراوتر الثاني. ده انت كل راوتر بتروح تقعد عليه وتكتب عليه الايه؟ الشبكات البعيده. فالستاتيك مور سكيور عن مين؟ عن الدايناميك.
طبعا بس ما تقدرش تشغل الستاتيك بس لوحده، فبنشغل الدايناميك ونكون مضطرين ونشغل مع مين بقى؟ انكريبشن، صح كده؟ طيب الدايناميك راوتنج بروتوكول عباره عن ايه؟ شكل مين؟ شكل الريب، شكل الاوس بي اف. ده حاجات هناخدها في الكورس يا جماعه، الكورس بتاعنا ده. شكل اي اي جي ار بي، اهو شكل الريب، شكل الاوس بي اف، شكل اي اي جي ار بي. اوس بي اف اشهر واحد فيهم، 80% من الشركات حوالين العالم شغاله اوس بي اف، اشهر بروتوكول فيهم الاوس بي اف. اوبن ستاندرد شورتست باس فيرست، شورتست باس فيرست. كل الشركات فيما اكثر من 80% اوبن فيندور، اوبن فيندور شورتست باس فيرست. او بتاع اوبن فيندور اس اس بي اف، ده اسم الجوريزم اسمه شورتست باس فيرست، اقصر طريق. تمام، شورتست باس فيرست. لسه هناخده ان شاء الله بعدين. ليه؟ اي اي جي ار بي ده اللي كان بتاع سيسكو لحد 2013. الريب ده اول راوتنج بروتوكول عملوه في السبعينات. الريب ده والله كان في عندهم راوتر ولاد اللذينه. اختصار كلمه راوتنج انفورميشن بروتوكول، بس الريب ده ما بيغطيش اكتر من 15 راوتر، يعني اخره شبكه فيها 15 راوتر الريب ده. راوتنج انفورميشن بروتوكول، كل الكلام ده جاي ان شاء الله ما تقلقوش. طيب الفرق دلوقتي بقى ما بين الراوتنج بروتوكول والراوتد بروتوكول، ايه الفرق ما بينهم؟ الراوتنج والراوتد. ما تقوليش ده اي ان جي ودي اي دي، اوعى. احنا لسه في اول النهار. لا لا راوتد وراوتنج يا ابني، مش ماضي هو. مش بص راوتد بروتوكول وراوتنج بروتوكول. الراوتد بروتوكول هو اللي بيخلي الباكت تمشي، اللي هو الاي بي، شكل الاي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن. راوتد هو السواق بتاع الاتوبيس، هو اللي بيخلي الباكت لو راحت للراوتر بتاع الباشمهندس عليا يعمل فيها ايه، يخرجها كده او كده او كده، ده الراوتد، لانه بيتشك على الاي بي اللي موجود في الباكت. طب الراوتنج هو اللي بيعرف المسارات للراوتر. الراوتنج بروتوكول هو اللي بيملى الجدول بتاع الراوتر بالمسارات، هو اللي بيعرف الراوتر على الشبكات البعيده. ده الراوتنج شكل الريب، الاي اي جي ار بي، الاوس بي اف، ده الراوتنج. طب الراوتد شكل اي بي، شكل ابل توك، شكل اي بي اكس، شكل اي بي فيرجن 6، هو اللي بيخلي الباكت بتاعتك تمشي. يبقى الراوتنج هو اللي بيملى الراوتنج تيبل، الراوتد هو اللي بيوجه الباكت، بيخلي الباكت تمشي. الراوتد اي بي فيرجن 4، اي بي فيرجن 6، اي بي اكس، ابل توك. الراوتنج شكل اي جي ار بي، الاوز بي اف، الريب. كل اثنين مستخدمين. يعني الاي بي ده بقول عليه راوتد، صح؟ محتاج الاثنين، واحد سواق الاتوبيس والتاني اللي راسم له المسارات اللي هيمشي فيه، صح كده؟ هو خلاص فاضل يوم قبل العيد. الحمد لله. لا خالص والله. انتوا اللي زهقتوا بس بالنتورك. طيب خلاص كده يا شباب، احنا هناخد دلوقتي ازاي نعرف الشبكة البعيدة عندنا بطريقة الاستاتيك. دلوقتي الاستاتيك ايه؟ الاستاتيك روت، ان انا اعرف الراوتر على الشبكات اللي ما كانش عارفها البعيدة دي بطريقة الاستاتيك، اول طريقة عندنا. تمام، مش احنا خدنا الشبكات البعيدة بنعرفها لاما طريقتين، استاتيك او دايناميك، لاما نزل سوفت وير على الراوترات يرغوا مع بعض، لاما انا بايديا بقى اخش اعرفه على الشبكات البعيدة. شكل طريق القطر بالظبط، كل مرة القطر طالع من شبين رايح طنطا هيطلع من الطريق ده، فكل مرة
انا رايح الشبكه 3 0 هقول له اخرج من الفتحه دي. لا الراوتر هيفكر ولا اي حاجه، انت مديله الطريق وخلاص من الاول. تمام؟ فهناخد دلوقتي حاجه اسمها الاستاتيك روت. تاني انا هكتب ازاي بعرف الشبكات البعيده للراوتر. يا ريت دي تحطها في دماغكم، يا ريت ترجعوا للاوبجكتيف بتاع الايه؟ بتاع الموضوع. الموضوع بتاعي ان انا عند الراوتر ما بيعرفش الشبكات البعيده لوحده. تمام؟ اول طريقه منهم اسمها ايه؟ الاستاتيك روت، ان انا اعرف له الشبكه استاتيك. الاستاتيك روت ديت هناخد فيها الطريقه الاولانيه حاجه اسمها الاكزيت انترفيس. الطريقه الثانيه هناخد فيها حاجه اسمها النيكست هوب. الطريقه الثالثه هناخد حاجه اسمها الفول سبسفايد. وهاخد حاجه غير الاستاتيك، حاجه اسمها الفلوتنج ستاتيك روت. دي اتنين بقى، معلش، فلوتنج ستاتيك روت. فلوتنج ستاتيك روت، فلوتنج اف ال او اي تي اي ان جي. وهناخد حاجه اسمها ديفولت، ديفولت اسف، ديفولت ستاتيك روت. دي كلها توبكس هناخدها تحت الاستاتيك. مش عارف يقدر يحولها لتكست ولا لا. لا، ها ستاتيك روت، اكزيت انترفيس، نيكست هوب اي بي ادرس، الفول سبسفايد، وهناخد اتنين حاجه اسمها فلوتنج ستاتيك روت، حاجه اسمها الديفولت ستاتيك روت. الثلاث طرق الاولانيين دول اللي هو الاي والبي والسي، دول الطرق ازاي بعرف الراوتر على الستاتيك روت. في عندي ثلاث طرق لكتابه الكوماندات. ماشي اتفضل يا باشمهندس. ثلاث طرق لايه؟ لكتابه الكوماندات. اول طريقه عندنا طريقه الاكزيت انترفيس. تعال كده نشوف الطريقه الاولانيه عندنا اللي هي طريقه الاكزيت انترفيس. حاجه سهله ولذيذه خالص يعني. عند راوتر فينا شبكه، دي الرسمه بتاعتنا اهي، وراوتر ثاني اهو، ودي شبكه اهي. انا موجود على ار واحد وده ار اتنين. دي شبكه اسمها ايه؟ 3 0. هو انا واقف هنا علشان اوصل لشبكه 3 0 دي، انا اللي ما عنديش غير فتحتين اتنين، واحده اسمها سيريال وواحده اسمها فاست. علشان وانا واقف هنا عشان الباكت يروح ل 3 0 المفروض يخرج من السيريال ولا يخرج من الفاست؟ تمام. بس بكتب له الشبكه واكتب له اسم الفتحه اللي يمت الشبكه. ده اسمها الاكزيت انترفيس. يبقى تاني انا واقف على ار واحد، ار واحد عايز يحذف الباكت للشبكه 3 0 اهي. هو ما عندوش غير فتحتين يا باشمهندس، واحده سيريال وواحده فاست. هو عشان الباكت ينحذف يم 3 0 يخرج من السيريال ولا يخرج من الفاست؟ يخرج من السيريال، يخرج كده بس. فباجي على الراوتر ار واحد وهو عامل عليه كونفيجر كده اهو، اهو الكوماند اهو، اي بي مسافه روت، اسم الشبكه اللي انت رايح لها اهو، مسافه بالصبنه ماسك اهو بتاعها بتاع الشبكه، وجنبها السيريال ايه؟ الاكزت. طب انا لو كان الراوتر ده متوصل براوتر ده، متوصل براوتر ده، متوصل براوتر ده، متوصل براوتر ده اهو، عايز يوصل للشبكه دي اللي اسمها 192 168 10 0. نفس الكوماند والله، اي بي روت 192 168 10 بقى 0 اسم الشبكه اللي عايز اوصل لها، بالصبنه ماسك بتاعها، واسم السيريال بتاعي اللي هيوديني يمتها. صح الكلام؟ اهو. يبقى انا بكتب اي بي روت وبعدين الشبكه اللي عايز اوصل لها، وبعدين الصبنه ماسك بتاعها انهي فتحه عندي. انا ماليش دعوه بالراوتر اللي بعدي.
اللي انت عايز توصل له تمام. بس الراوتر ده ما يعرفهاش. لا يا حبيبي انت هتيجي برضو تخش على الراوتر ده وتكتب نفس الكوماند اي بي روت 192 168 10 بقى انت عايز توصل ل 10 دي 10 0 اي اسمها 10 0 وهتكتب جنبها الفتحه مين دي اهي ممكن تكون دي سيريال 0 على 3 كده الباك اب بتاعتك هتخرج من هنا تروح هنا وده هيخرجها من هنا تروح هنا. لو انت مش معرف الراوتر ده عليها هيعمل ايه دروب فلازم انا اروح اعرف له ايه راخر تك تك انا بعرف هوب هوب على الشبكات بتاعتي عن طريق الاكزيت انترفيس. طب تعال نكتبها تعال نكتب الكوماند ده في الحقيقه بقى. حد عنده سؤال قبل ما اروح تعال انا واقف هنا الراجل ده ما يعرفش 3 0 منين ما يعرفش. لو انت جيت دخلت كده جوه التيبل عندي قلت له انيبل شو اي بي روت اشهر كوماند عندنا في سيسكو شو اي بي روت هتلاقي ما يعرفش غير واحد ومين واثنين. تعالى بقى نعرفه على الشبكه اللي هناك اللي ورا ايه الراوتر بتاع القاهره. هقول له اي بي روت اسم الشبكه اللي انا رايح لها ها بالسبنت ماسك ايه بتاعها اهو. انا عشان اروح من هنا من اهو اروح لدي الباكت يخرج عندي منين من الفتحه دي ولا من الفتحه دي من الفتحه دي. خلاص يا عم اكتب سيريال اهو سيريال 0 على 2 على ايه على 0. لو جيت بصيت جوه التيبل بقى دلوقتي عملت كنترول زد كده قلت له شو اي بي روت هلاقيه اتعرف على مين على شبكه جديده اسمها 3 0 واخده رمز ايه يا جماعه اس اس يعني ايه استاتيك بيخرج لها منين من السيريال 0 على 2 على 0. بصوا كده ها بصوا كده جيت اهو بعت باكت من هنا لهنا. هو طبعا هنا هيجي لك فيلد حالا تمام. ليه فيلد؟ هو الراجل هيوصلها لك اهو 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 وصلت اهي. بس ده لما يجي يرد عليك يا معلم الراجل ده ما يعرفش الشبكه البعيده دي ما يعرفش غير اللي جنبه فلازم انا اعرفه الطريق رايح جاي. وده اول قاعده عندنا لازم تحطها في دماغك في الراوتر اول برينسيبال. مش معنى ان الراوتر عارف الطريق اللي رايح معنى ذلك ان هو عارف الطريق اللي جاي. مش معنى ان الراجل عارف انفورميشن معنى ذلك ان الراوتر اللي جنبك عارف نفس الانفورميشن. تاني مبدا يبقى تاني اول مبدا مش معنى ان الراوتر عارف الطريق اللي رايح تمام كده يبقى عارف الطريق اللي جاي اللي راجع يعني. تاني مبدا لو انا عارف طريق لي 3 0 مش شرط يكون اللي جنب عارف 3 0 يبقى كل راوتر فيه الانفورميشن بتاعته تمام. تالت مبدا واخر مبدا مش شرط ان الباكت بتروح لشبكه بطريق ترجع من نفس الطريق تمام. دول ثلاث مبادئ تحطهم في دماغك. يبقى مش شرط ان الباكت راحت وصلت مع ذلك ان هي ترجع ان الراوتر رايح عارف الطريق رايح جاي. مش شرط مش شرط ان انت عارف شويه معلومات يبقى اللي جنبك عارفها تمام كده ها. مش معنى ان الباكت راحت من طريق ترجع من نفس الطريق او انا مظبطه على طريق تاني في الرجوع من فتحه تانية خالص ايه حسب ان انا عرفت طريق تاني بقى في الرجوع تمام. طيب حلو الكلام كده. في اي مشكله ازاي الراوتر بتاعنا بيعرف الشبكات البعيده باستخدام الاكس انترفيس؟ طب تعال نعرف الطريق الراجع بقى. هو انا عشان اعرف الطريق الراجع هقول له ايه؟ هاجي على الراوتر ده هقول له اي بي روت الشبكه البعيده اللي هي 1 0 بالسبنت ماسك بتاعها اخرج منين؟ من الفتحه اللي هي سيريال 0 على 2 على 1 مش عايز اعرف ده انه يرجع اهو. هاجي اهو هقول له كونفيجر تيرمينال انيبل كونفيجر تيرمينال اي بي مسافه روت لازم الروت تكتبها بالكامل 192 168 و1 0 سبنت ماسك اهو يا شباب
اخرج منين؟ من السيريال 0 على 2 على ايه؟ على 1. بس لو جينا بصينا كده راجل اهو هتلاقي عندك ايه؟ سكسسفول تحت اهو. روح كده الريال تايم للسيميوليشن كده الباكت راحت. شايفين الباكت هنا؟ كان محطوط فيها السورس اي بي 1.2 رايح لمين؟ ل3.2 البعيد. بس السورس ماك بتاعه والديستنيشن ماك بتاع الانترفيس دي الهيدر ده هيتغير دلوقتي اللي هو اللاير 2 هيدر. هينحط فيها ايه؟ هينحط فيها اللاير 2 ادرس بتاع السيريال مع اللاير 2 ادرس على السيريال اللي قدام. والسيريال حضرتك ملوش ماك يعني مش هتلاقي ماك. السيريال قلنا باي ديفولت في سيسكو شغال اتش دي ال سي. فتلاقي الفريم اللي بين الراوترين دلوقتي اتش دي ال سي. تمام؟ بص كده. اهو في الحته دي. فريم. تمام؟ طب واللي بعده؟ هيحط الماك بتاع الانترفيس دي مع الماك بتاع مين؟ مع ده. طب لو الراجل ده ما يعرفش الماك بتاع ده ما هو هنا في 20 جهاز تحت اربع عليهم. اه بالظبط كده اهو. ده اللي هيبقى الهيدر الجديد اهو. الماك بتاع الايثرنت ده مع الماك بتاع ده. فانت كل اللي بيحصل يا جماعه الراوتر بيقشر الفريم ويعمل فريم جديد ويحول شويه صفار وحاد ويبعت. فبيطلع من لير 1 للير 2 للير 3 ياخد قرار. يرجع من لير 3 لير 2 لير 1 لير 1 لير 2 لير 3 ياخد قرار لير 2 لير 1 تاني. صح كده؟ اهو هذا الباكت اهي مشيت اهي خلاص يا عم. بس مين اللي ما اتغيرش طول الرحله لحد ما وصلنا؟ الاي بي سورس والديستنيشن. صح؟ تمام. ده لما يجي يرد بقى اهو خلاص الراوتر بقى عارف بقى الطريق اهو. بقى انت قاعد دلوقتي في طنطا بتبنج على الاجهزه اللي في القاهره شغال اهو بينج حتى اهو. اهو 3-2 صح. حط هناك بقى 100 جهاز وهنا 100 جهاز. انت عرفت الشبكات خلاص. تمام. مش شغلة الراوتر ان هو يعرف اي بهات. انت عرفت شبكات للراوتر. حط بقى على السويتش هناك زي ما انت عايز 200 جهاز وهنا 200 جهاز في كونكشن اهو ما بينهم الاثنين. دي اول طريقه عندنا اللي هي اسمها ايه يا جماعه؟ باستخدام الاكزيت انترفيس. تعال ناخد الطريقه الثانيه. تعال ناخد دي كوب الاول كده ونحطها في النوت باد. ده الطريق رايح وده الطريق راجع اهو. طيب دي اول طريقه عندنا شرحناها وهي باستخدام الاكزيت انترفيس. تاني طريقه عندنا باستخدام حاجه اسمها نيكست هوب اي بي ادرس بالاي بي بتاع اللي بعدي باي بي بتاع جاري. النيكست هوب اي بي ادرس هذا الراوتر اهو وده الشبكه اهي اهو اهو. الراوتر ده محطوط هنا سيريال 0 على 2 على 0 وهنا سيريال 0 على 2 على ايه؟ على 1. البورت ده يا جماعه كان واخد اي بي 192 168 2 1 والبورت ده كان واخد اي بي 192 168 كام؟ 2 2. الشبكه دي كانت واخده كام؟ 3 0 والشبكه دي كانت واخده كام؟ 192 168 1 0. انا واقف على الراوتر ده ما يعرفش غير واحد وغير اتنين. عايز اعرفه على الشبكه تلاته من عينيا. اقول له اي بي روت اسم الشبكه البعيده اللي هي كام؟ اهي تلاته بالصبنه ماسك بتاعها اهي زي اللي فاتت بالظبط اهي. وبعدين بدل ما اديله اسم الانترفيس اديله الاي بي بتاع جاري اللي في وشي. هو انا هاخد ايه؟ هاخد الطريق ده علشان اوصل للشبكه. ايه؟
اه القريبه، ما انا بوصل للبعيد عن طريق القريب. يعني عايز اوصل للشبكه بتاع الباشمهندس ايه سيد، هكتب الاي بي بتاع الباشمهندس اللي قدامي على طول. نعم. ايه انتوا عايزين ايه؟ عايزين طيب قول لي، طيب ايه انتوا عايزين ايه؟ ايه 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 مش فاهم. يعني مثلا ايه، انا عايز اوصل للشبكة البعيدة فاعمل ايه؟ هكتب الاي بي بتاع اللي قدامي عشان اوصل للشبكة بتاع الباشمهندس السيد، ادي الباكت للراوتر اللي بعدي اللي بعدي. يعني بص اهو، بص كده، ها ها بص كده، اي بي مسافه روت، ادي الشبكه البعيده اهو السبنت ماسك بتاعها. عشان اوصل للشبكه دي هودي الباكت للاي بي اللي اسمه 192.168.2.2. انا واقف هنا اهو يا باشمهندس، عايز اوصل فين؟ شبكه في الطريق ده. طب مين اول اي بي بعدي؟ اهو مين اول اي بي في وشي اهو. فانت لو عايز تكتب باستخدام الاي بي بتكتب الاي بي بتاع جارك. طب لو عايز تكتب باستخدام الانترفيس تكتب اسم الانترفيس بتاعتك. يبقى انا عايز اوصل للباشمهندس سيد، خلاص هدي الباكت لمين؟ الباشمهندس. ايه ما انت اللي عامل الشبكه، ده الشبكه بتاعتك انت، ده الشبكه كلها بتاعتك. ده انت بتعملي دلوقتي لسه الشبكه من فروم سكراتش، استاتيك بايدك انت اللي بتعمل شبكه فروم سكراتش يا جماعه، انت اللي بتربط الدنيا كلها ببعضها دلوقتي. بالظبط طبعا. وده زي ما انا قلت لكم امبارح، لو وصلت للسي ال اي بتاع الراوتر ده اوحش من الراوتر من الفيروس. لا لا اخده وامشي، او احط جواه روت، او احط جواه روت غلط اخليه يعمل لوب، اقول له عشان توصل للشبكه بتاع طنطا روح يعمل شبين، فاي باكت راح لطنطا الراجل يعملها ايه؟ يرمي على شبين، واروح الراجل بتاع شبين عشان توصل للشبكه بتاع طنطا ارمي على القاهره، فانا ارمي له الشبكه وهو يرمي الشبكه الباكت نقعد نشقطها لبعض. الله يكرمك، لسه هقول اهو، لسه هقول يا باشمهندس. حاضر باشمهندس. بتسال سؤال جميل جدا، بتقول ايه؟ لو انا عندي دلوقتي هنا جار وهنا جار، صح كده يا باشمهندسه؟ وهنا اهو والشبكه هنا اهي، انت عايز الباكت وهي طالعه من هنا رايحه هنا يا باشمهندس محمود، تمشي في الخط ده ولا تمشي في ده؟ والله لو عايزاها تمشي من فوق حط له الاي بي اللي فوق، والله لو عايزاها تمشي من تحت حط له الاي بي اللي تحت. ما الراجل ده له جارين دلوقتي، في الاي بي روت دلوقتي اهو، دي الشبكه اسمها 3 0 اهي اللي انا عايز اوصل لها يا باشمهندس مناره اهي، بس الاي بي بتاع الشبكه دي 2 2 والاي بي بتاع الراوتر ده كام؟ 5 2. لو جيت عملت اي بي روت 192.168.3.0 اسم الشبكه البعيده بالسبنت ماسك بتاعها، لو جيت كتبت له 2.2 فكل الباكت هيطلع كده يا 2.2، يبقى الباكت ينزل من تحت كده. ما هو ستاتيك بقى، انت اللي بتظبط الطريق، صح الكلام؟ تمام. فانا بكتب له اول اي بي في سكتي، وانت المسؤول عن الداتا اللي بتكتبها غلط، لان انت كده ادمن وانت مش يوزر، انت ادمن. تمام. فهو مش هيصحح لك حاجه غلط. زودت اللود على اتجاه معين، زودت اللود على اتجاه معين. طب لو عايز اعمل لود بالانس، طب لو عايز اعمل واحد باك اب لواحد، هتكلم فيهم دلوقتي لسه عادي. تمام. خلاص كده، في مشكله عند حد كده لحد دلوقتي؟ يبقى الطريقه الثانيه باستخدام النكست هوب. النكست هوب يعني ايه؟ يعني بكتب اول اي بي في وشي. طيب لو انا عندي، لو انا عندي كده كده اهو اهو اهو، والشبكه دي اسمها 192.168.10.0/24. الشبكه اللي ما بيننا دي 192.168.2.0، انا واخد منها واحد واللي قدامي واخد منها اتنين، وعايز اعرف الراوتر ده على شبكه 10، فاعمل ايه؟ اقول له اي بي روت. الشبكه البعيده اللي انا عايز اوصل لها بالسبنت ماسك بتاعها هوصل لها ازاي؟ ان انا ادي الباكت لمين؟ لاتنين اتنين، اول اي بي بعدي انا ما اعرفش اصلا غيره، لان هو موجود جوه شبكه 2.0 ولا اصلا عارف شبكه 2.0،
خلاص الباكت كده هيسلم للبورت اللي بعدي، يعني وصل للراوتر اللي بعدي. الراوتر اللي بعدي لازم يكون الراجل كاتب عليه رقم مين، اي بي روت كذا كذا، وكاتب عليه مين، الانترفيس اللي بعده كده، سلمها للراجل اللي بعده. طب لو في واحد في النص انا نسيت اسلمه، اكتب عليه على طول حفره سوداء، بلاك هول. سمح كده، بلاك ايه، بلاك هول، خلاص نقطه سوداء بقى. طيب تعال نعمل الطريقه الثانيه اللي هي الطريقه دي، بس قبل ما اعملها هشيل مين، الطريقه الاولانيه، هدلت الاي بي روت القديم. انا كنت عامل طريق باستخدام الاكس انترفيس، الاي بي روت يا جماعه طالما كتبته ما تعرفش تعدل فيه، بس طبعا انا عايز اغير فيه اعمل ايه، اشيله اعمله من اول وجديد. ما هو في نوع اي بي روت هشيله، انت كده بتشيله يا باشمهندس، انا ما ينفعش تغير في الكوماند يعني، تمام، فتشيله وتعمل واحد من اول وجديد. حلو، هاي عايزين نشيل يا جماعه الكوماند ده، فهعمل ايه اهو، انيبل كونفيجر تيرمينال، او لو انت عايز تشوف الراجل كان كاتب ايه، انت ما تعرفش طبعا، حضرتك لو رحت شغلت في شركه وعايز تعرف الكونفيجريشن هتعمل ايه، شو رانينج كونفيج طبعا، لو عايز تعرف كل الكوماندات اللي انكتبت على الراوتر فتعمل شو رانينج كونفيج، وريني اللي عندك اهو. والله الراجل ده دخل عمل هوست نيم طنطا مسطره، دخل حط اي بي للانترفيس 0 على 0 مسطره، دخل حط اي بي للسله 0 على 2 على 0 مسطره، وعمل ايه، اي بي روت اهو. اخد ده كوبي كده، خليك ناصح كده، وروح على الجلوبال كونفيجريشن وارمي له كلمه نو وقول له ايه، بيست يا معلم، خلاص كده اتمسح، تمام. يبقى تاني طريقه عندنا من الطرق ان نعرف ستاتيك روت هي طريقه اسمها ايه، دي كانت اول طريقه عندنا في الستاتيك روت اهي، اللي هي بيسموها بطريقه الاكزيت انترفيس. تاني طريقه عندنا في الستاتيك روت طريقه اسمها النيكست هوب. قبل ما اعمل النيكست هوب لازم انا اكون شايل مين، الطريقه الاولانيه اللي انا عاملها باستخدام الانترفيس بتاعتي. طيب هكتب الطريقه بقى الثانيه ازاي، هقول له اي بي روت الشبكه اللي انا عايز اوصل لها 3 0 255 255 255 0. اخرج منين بقى ل 192 168 2 2 2 2 بقى 2 0 دي الشبكه، 2 2 ده الاي بي اللي قدامي اهو، 2 0 دي الشبكه يا هندسه، انا بديله اسم الاي بي اللي قدامي صح كده، مفيش حاجه اسمها 2 0، هو بيخزن 2 0 كشبكه، انما انا بقول له سلمها لمين، ل 2 2 اللي بعده، بديله اي بي الفعلي اللي واخداه الانترفيس، تمام. طيب لو جيت بصيت جوه الجدول كده هلاقي موجود جواه مين، عملت شو اي بي روت، اوبا شبكه 3 0 علشان اوصل لها اطلع لمين، 2 2 تمام. طب هي فين 2 اهي، عشان اوصل 2 اوصلها بالسري. طب مين احسن بقى، استخدم الطريقه الاولانيه ولا الثانيه، ليه، ها، لا بيفرق طبعا، ده بيفرق معانا بالسكند، ده لو فرق بلحظه دي يفرق. الطريقه الثانيه بتخليك تعمل سيرش مرتين، تعمل سيرش مرتين جوه الجدول، وانا رايح لمين، الباكت مكتوب فيه 3 2 فراح نزل، هي 3 متوصله بمين، فلقاها 2 2. طب عشان اروح للشبكه 2 دي اطلع من انهي سيريال، 10، فكده عملت كم مره سيرش، مرتين. اما الراجل الاولاني كان مكتوب ايه، 3 0 جنبه 2 0 على طول. فلو انت في ايديك تعمل الطريقتين الاثنين، لا اختار الطريقه الاولانيه. يبقى هنا هو دي حاجه جايه في الامتحان، يقول لك الطريقه الاولانيه باستخدام الاكزيت انترفيس از مور افيشنت، اكتر كفاءه، تمام،
فروم مين؟ النيكست هوب، الطريقة التانية نيكست هوب. ليه يا عم؟ اصل النيكست هوب بتعمل سيرش ايه مرتين في الجدول، بتعمل حاجة اسمها ريكيرسيف ريكيرسيف لوك اب. لا فين الاي دي مش هنا، ريكيرسيف لوك اب بتعمل سيرش مرتين. ريكيرسيف يعني ايه؟ يعني بينزل الجدول تحت خالص ويطلع تاني، يفك النيكست هوب باكس انترفيس، صح كده؟ فدي بيسموها ريكيرسيف لوك اب، انه بيعمل سيرش مرتين في الجدول فبيعطله شويه، طبعا بيعطله حظات يعني. تمام؟ طب في حاجه ممكن تخلينا نستخدم نيكست هوب؟ اه هقول بقى، هقول بيروح روح ايه؟ اه تمام، شبكه مختلفه. تمام مختلف. تمام اه ماشي، ما لسه حالا اهو. بصي بصي يا باشمهندس، انت عايز تعملي كده يعني؟ ده الراوتر بتاع رمسيس اهو، طالع منه لينك موديني للمهندسين، طالع منه لينك موديني التجمع، طالع مني لينك موديني مدينة نصر، طالع منه لينك ما اعرفش موديني فين. دي شبكه 3 0، ده واخد منها 3 1 وده واخد 3 2. دي شبكه 4 0، ده واخد منها 4 1 واخد منها 4 2. دي شبكه 5 0، ده واخد منها 5 1 واخد منها 5 2. دي شبكه 6 0، واخد منها 1 و2. في هنا شبكه بتاع اكتوبر اللي بعد المهندسين اسمها ايه؟ 7 0، ده واخد منها ايه؟ 7 1. قصدي كده؟ اه ده اه، انت عايزه تطلعي منه تروحي فين؟ هو الراوتر ده ما يعرفش غير اللي متوصل بيه بس، اما الراوتر الشبكات اللي بعد الراوترات دي ما يعرفهاش. تمام؟ فلو عايز اوصله 7 0 تمام، لازم انا ابعت الباكت لمين؟ ل 3 2. طب لو عايز اوصل للشبكه بتاعه طنطا اللي هي 8 0 اللي هي بعد راوتر بنها 4 2. طب انا لو عايز اوصل للشبكه بتاعه شبين اوديه لمين؟ 5 2. فحسب اتجاه، والراوتر عباره عن موجه، راجل بيشوط بس هيشوط في انهي طريق انت اللي بتقوله، على حسب الاكزت اللي خارج منه لو انت عايز تكتب بالاكزت، او على حسب النيكست هوب اللي بتقول له سلم له الباكت. في كل شبكات البوينت بوينت يا جماعه اكتبوها عندكم يفضل يكون بالاكزت، يعني لو انت مأجر ليزد لاين بلاش تكتب بالنيكست هوب، اصل انت هتحمل بروسيسنج على الراوتر زياده وخلاص. تمام؟ وبقت كل الكلام ده بيفرق معانا دلوقتي عشان الكواليتي اوف سيرفيس والحاجات بتاعت الفويس والحاجات بتاعت الفيديو، فالثانيه بتلاقي بتفرق معاك. تمام؟ طيب امتى استخدم النيكست هوب؟ السؤال بتاع الباشمهندسه رائع. هل في طريقه بستخدم لازم استخدم فيها نيكست هوب لما انت بتقول لي اكزيت؟ طب لازمتي ايه نيكست هوب من الاول اساسا؟ في طريقه بستخدم فيها نيكست هوب؟ اه طريقه السيناريو ده اهو. السيناريو ده لو انت عندك شويه راوترات اهو وفي وسطهم سويتش اهو، وممكن نعمل كده، ممكن ايه المانع يعني؟ ممكن يكون السويتش ده مش ايثرنت حتى، ممكن يكون فريم لي سويتش او اي تي ام سويتش، بس في نص الجهاز لير 2 وعايز اوصل للشبكه هنا 192 168 1 0. هي الشبكه دي ورا الراوتر مين؟ ار 2. جيت اعرف هنا الراوتر ار 1 على الشبكه دي، لو انا عرفتها له باستخدام الانترفيس فاست 0 على 0 الراوتر هيبعتها للسويتش، السويتش مش عارف هي رايحه فين، فيعمل منها كوبل ده وكوبل ده وكوبل ده، لان هي ايه مش مكتوب فيها نيكست هوب، مش مكتوب هي رايحه لانهي فتحه فيهم، فالسويتش لير 2 فبيبعت لها برودكاست، بيبعتها لكل الراوترات، ده هيعمل لها ديسكارد وده هيعمل لها ديسكارد، بس بعد ما انت عملت ايه في الباندويت؟ انت ضيعت الباندويت بتاعتهم، مشيت ترافيك ملوش لازمه على اللينكه بتاعتك. طب لو انت كنت بتعملها بالنيكست هوب كنت كتبت الاي بي بتاع ده على طول،
فالفريم وهو بيتكون كان كتب النكست توب الاي بي بتاع الراجل ده اللي قدامي، واتحط الماك بتاع مين؟ بتاعه. فلما راح للسويتش، السويتش هيعمل ايه؟ يونيكاست بس، هيبعت له هو لوحده بس، لان محدده. فلما بحدده في لاير 3 اي بي، السويتش بيحدده في لاير 2 بمين؟ بماك. انما انا مش محدد رايح فين، فالفريم بتاعك بيبقى برودكاست. طب ما انا لو عملت نيكست توب الراجل هيعمل سيرش مرتين، اه تمام، بس مش هضيع الباندويت. طب ما فيش طريقه يا عم توفر لي الدنيا دي. فقاموا عاملين الطريقه الثالثه بقى اللي هي الفول سبسفايد، ان انا اكتب بالاثنين جنب بعض، تمام. ودي ما بتشتغلش غير على الراوترات الجديده اللي خدناها امبارح. تقوم كاتب كده النيكست توب بمسافه الاكزيت انترفيس، اه، فيبقى عارف هو رايح فين وهيخرج منين، اللي هي الفول. ايه يا جماعه؟ الفول سبسفايد اهي، اللي هي الطريقه دي. راحت فين؟ ازاي؟ لا مش هيبقى فيه ريكيرسيف دلوقتي، لانه بيبقى موجود جوه الجدول. ازاي؟ نيكست هوب يا باشمهندس، وجنبها على طول مين؟ الاكزيت. فمش هطلع ادور فين؟ فوق، صح كده؟ انا الاكزيت اهو، اخرج منه اهو عشان توصل للاي بي ده اهو. كان عندنا يا جماعه ثلاث طرق، هم راحوا فين؟ اهو الاكزيت ده خلاص بوينت تو بوينت، مناسب جدا. ده كان بيعمل لي ريكيرسيف لوك اب، بستخدمه امتى؟ لما يكون في نص سويتش. بس انا برضو لو كان في نص سويتش وعملت الطريقه دي كان بيعمل ريكيرسيف. طب عايز احل مشكله الريكيرسيف، الفول سبسفايد، اكتب الاي بي وبعدين جنبه ايه؟ وبعدين جنبه السيريال اللي هيخرج منه كمان. يعني هكتب النكست هوب وجنبيه السيريال اللي هيخرج منه، فده بيسموها الفول سبسفايد. لو انا عملت طريق تاني لنفس الشبكه خلاص، وعملت ستاتيك روت، الراجل هياخد انهي طريق؟ يعني انا عملت قلت له عشان توصل للشبكه بتاعه اتش بي خد الطريق ده، ورحت كاتب برده السيريال الاولاني ده، عشان توصل للشبكه بتاعه اتش بي خد السيريال ده، اكتب له الكومند مرتين، تمام. هياخد ده ولا هياخد ده؟ تعال كده شوف، هو ستاتيك، ما هو الاثنين ستاتيك يا هندسه. ليه؟ لا 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 الاسهل ليه؟ مين اللي قال الاسهل؟ ما هو الادمن هم اللي كانوا عاملينهم. انا اللي حددت بقى اقول له ده طلع على ايه؟ ما هو ما انا عندي اثنين سيريال او عندي اثنين فاصل، بس الادمن عمل طريقين الاثنين لنفس الشبكه وطريقين مختلفين باستخدام الكوماند بتاع الاي بي. تعال نشوف كده هيعمل ايه هو؟ تعال بالراحه كده عشان نخش بقى عليها الدخله بقى بتاع الراوتر. لا هو طبعا هياخد الاثنين وهيعمل لوب بالانس من الاول كده. تعالى كده شوف، انا كل اللي انا هعمله هزود كمان طريق تحت كده اهو، هجيب راوتر اهو قوم جاي حاطه هنا. بس الراوتر كده هنقعد نعرفه، ما فيش مشكله. سيريال اهو، ده مفروض سيريال طبعا، ركب له سيريال. حلو الكلام كده. طبعا يا شباب انا عندي ايه؟ عندي ايه؟ عندي هنا شبكتين تحت، صح كده؟ اهو شبكه ايه وشبكه ايه؟ كل رجل شبكه. فهقول والله ان دي شبكه مثلا 192 168 4 0 4 0 دوت 4 دوت ايه؟ دوت 0. وهقول دي شبكه ثانيه اللي هي 192 168 5 دوت 0. روقوا عليا خالص بقى كده. المفروض يا باشمهندس اروح للسيريال ده احط له اي بي من الشبكه دي، والسيريال اللي قدامه احط له اي بي من الشبكه اللي تحت، تمام. فالمفروض اخش اكتبها بالكوماندات. في طريقه سهله في الباكت تريسر بتكتب بها الاي بيهات بتاع الانترفيس لو انت عايز تتعلمها، بس انا بفضل يعني اول سنتين كده شغل على الباكت تريسر ما تعملهاش يعني، تمام كده؟ لكن مش هتلاقيها حاجه اسمها كونفيج اهو. هذا الانترفيس السيريال بتاعتك اهي الجديده، هم حاطط لها الاي بي على طول اهو. بس يا ريت ما تعودش نفسك تشتغل جي او اي كتير،
لانك مش هتلاقيه على الكوماندات اهو. ودي له سبنت ماسك وقول له اون يعني نو شوت داون. هو بيكتب معاك على فكره الكوماندات تحت اهي، كل خطوه انت بتعملها هو عمال يكتب لك كوماندات تحت اهو. عايز تحدد الكلوك ريت كمان حدده من هنا اهو لو انت عايز اهو. 64000 اهو عمال يكتب تحت معاك كوماندات اهو. خلاص الانترفيس ده اهي انا حطيت لها اي بي وعملت عليها الساعه كمان. اروح للانترفيس اللي قدامها، مش عارف مين اللي قدامها، اه السيريال 0 على 2 على، طب اقول لك الحاجه على 0 دي اللي قدامها اهو. اقوم داخل جوه الراوتر ده كونفج وداخل على السيريال 0 على 2 على 0 قايل له ايه انت الاي بي بتاعك 4-2 وان وزي الفل. فاللينك نور اهو. طب عايز احط اي بي هنا، خلاص عايز ادي ده 5 ايه 5-1 اللي هو ده، وده 5-2 من عيني اهو. ادي السيريال اهو 192.168.5.1 اون، واعمل عنده الساعة اهو. عايز اروح لقدام وسيلة 0 على 2 على 0 اديله 5-2 اهو. كونفج 192.168.5.2 وون. بس يا سيدي الدنيا كلها نورت. لو احنا كده من غير ما نعمل الستاتيك روت ولا اي حاجه، كل راوتر بيبقى عارف الشبكات اللي جنبه. فالراوتر ده اهو هيبقى عارف مين، هيبقى عارف الشبكه دي اهو. الراوتر ده هيبقى عارف الشبكه دي وهيبقى عارف الشبكه دي وهيبقى عارف الشبكه دي. الراوتر مين اللي انا واقف عليه ده اهو، اللي انا واقف عليه ده هيبقى عارف الثلاث شبكات اللي موجودين فيه، صح كده؟ الراوتر ده هيبقى عارف مين؟ عارف ده وده. الراوتر ده هيبقى عارف مين؟ 1-2-3. دورك انت كادمن، انا عندي كام شبكه في الرسمه؟ عد كده معايا 1-2-3-4-5، ان يكون موجود في كل راوتنج تيبل 5 شبكات. دورك انت كادمن ان كل راوتر عندك يقدر يوصل للخمس شبكات، تمام؟ سواء يوصل لها دايركت كونكتد دي عن طريق الاي بي ادرس بتاع الانترفيس، او لو هي ريموت عنه يوصل لها ايه استاتيك. طيب الراجل الادمن جه عمل ايه؟ جه قال له عشان تطلع من هنا تروح للشبكه بتاعه شبين اللي هي 3-0 اخرج من السيريال 0 على 2 على 0، وقال له برضو عشان توصل للشبكة بتاعت شبين اللي هي 3-0 اخرج من السيريال 0 على 2-1. ضحك عليه، كتب الطريق مرتين بس، مرة من الفتحة اللي فوق ومرة منين؟ من الفتحة اللي تحت اهو. تعال كده بس نشوفهم كده اهو. جه هنا اهو الراجل اهو منتهى البساطة. تعال نشوف شو راننج ايه اللي مكتوب جواه. شو راننج كونفج اهم كوماند عندنا اللي هو شو راننج ده، وبيجي في الامتحان كتير جدا في التربل شوتنج. انا هشيل ده خالص اهو، ابدا من اول وجديد. كونفيجر تيرمينال نو، وقدامه مين؟ الكوماند بتاعنا اهو اي بي مسافه روت، اسم الشبكه بتاعتنا اهو اللي هو 3-0 اخرج منين؟ من السيريال 0، اخرج من السيريال 0. ايوه عشان كده المفروض يكتب، انا عمال ادور عليها يا باشمهندس منال، شفت بقى صح كده؟ ها سيريال 0 على 2 على 0 اهو، ومره ثانيه روح لها من سيريال 0 على 2 على 1. هذا الكوماندين اهو كتبتهم مع بعض اهو. اي بي روت عشان توصل للشبكه 3-0 اخرج الباكت من السيريال اللي فوق، عشان توصل لنفس الشبكه اخرج الباكت من السيريال اللي تحت. الراجل الراوتر هيعمل ايه؟ ها اكتب عندك بقى. الراوتنج تيبل بيبقى محطوط فيه احسن طريق، البيست روت،
يبقى الراوتنج تيبل ما بيبقاش محطوط فيه كل الشبكات كل الطرق بتاع كل الشبكات، لا هو جايب كل شبكه بحسن طريق ليها. يبقى الانفورميشن اللي موجوده في الراوتنج تيبل الهندسه ما بيبقاش فيها كل الطرق، في حاجه اسمها البيست روت بس. ومين بيحدد اقول بقى تمام. اللي موجود جوه الراوتنج تيبل يا جماعه احسن طريق. فانا لو اروح للشبكه دي يبقى بين الباشمهندسه والباشمهندس تمام كده، عندي لها طريقين، انا طريق ولا طريق تمام كده. لو انت شغال دايناميك الراوتنج بروتوكول هو اللي بيقول لك احسن طريق بالنسبه لي، هتطلع كده هتطلع كده. طب لو انت شغال ستاتيك انت اللي بتحدد كل اللي ستاتيك باي ديفولت الكوست بتاعه زيرو. كل اللي ستاتيك باي ديفولت الكوست بتاعه كام؟ انا عملت طريقين دلوقتي، الراوتر ما بيحسبش وراك كوست، مش انت اللي عاملهم بايدك؟ انت هتختار طريقين يا باشمهندس صح كده؟ هيختار منهم ازاي؟ الراجل مش هيختار منهم حاجه، لان ده تكلفته كتير وده تكلفته كتير. ده باي ديفولت كده. كل الستاتيك روت اللي انت بتعمليه بايدك تكلفتهم زيرو. هيعمل ايه بقى؟ هنشوفه مع بعض. بقى عندي يا جماعه في حاجه اسمها كوست. الروت اللي بتبقى موجوده جوه الجدول بيبقى احسن طريق. طب انا بجيب احسن طريق منين؟ الراوتنج بروتوكول هو اللي بيقول لك عليه لو انت شغال دايناميك. طب لو انا شغال ستاتيك الطريق اللي تقول له اطلع منه يطلع منه. طب لو عندك طريقين لنفس الشبكه هيعمل فيهم ايه؟ ده الكوست زيرو وده الكوست زيرو. لما الراوتر بيلاقي شبكه واحده لها طريقين والاثنين متساويين في التكلفه بيحطهم الاثنين جوه الجدول. ايه؟ لو الشبكه لها اكتر من طريق الطرق دي متساويه في التكلفه الراوتر بيخزنهم كلهم جوه الجدول ويعمل عليهم يعمل عليهم ايه بقى؟ حاجه اسمها ايكوال كوست وود بالانس، يحمل عليهم الاثنين. فلما يجي له بقى مره يبعته اليمني مره يبعتها من اليمني. حلو الكلام كده؟ يبقى تاني بقى تاني حمل عليهم الاثنين تاني. يبقى الحاجات اللي موجوده جوه الراوتنج تيبل يا جماعه احسن طريق. متفقين على القاعده دي؟ يبقى الطرق اللي موجوده جوه الراوتنج تيبل ده البيست روت. طب هو بيجيب البيست روت بناء على ايه؟ بناء على معادله اسمها الكوست. ده لو انت كنت شغال دايناميك مش في المعادلات دي ان شاء الله. ده لو هي دايناميك تمام. طب لو هي ستاتيك هو ما بيحددش بياخد انت الدهون. حلو كده؟ لان التكلفه بتاع الستاتيك باي ديفولت بكام؟ زيرو. يبقى الكوست بتاع الستاتيك بكام يا جماعه؟ بزيرو. تمام؟ فلو جيت حضرتك كده بصيت جوه الراوتنج تيبل بتاع الراجل ده يا نهار ابيض عملت شو اي بي روت كده؟ ايه ده يا عم؟ ده 3 0 بوصل لها ستاتيك بس مره عن طريق السيريال اللي فوق ومره عن طريق مين؟ اهو صح الكلام؟ يعني لما تيجي تعمل بنجايه من على الجهاز البنج ده 4 رسايل، الاولانيه طالعه من فوق، الثانيه نازله من تحت، الثالثه من فوق، الرابع من تحت. بيوزع ليه بيوزع؟ اصل الاثنين تكلفتهم بزيرو. طب ومين قال ان تكلفتهم بزيرو؟ اصل هم ستاتيك وهو ما بيحسبش وراك. هو انا مالي يا عم؟ ما هو الادمن اللي قال لي انا مش دعوه بقى بسرعه ولا دلي ولا كلام من ده. انا قلت له اي حاجه طلع راح 3 زيرو طلعها مره من السيريال وطلعها مره من السيريال الثاني بس شكرا. تمام يا باشمهندسه كده؟ يبقى الطرق اللي موجوده عندي جوه الجدول هي الطرق اللي هي احسن طريق بيسموه البيست روت. ده اللي فين؟ ده اللي موجود في الراوتنج تيبل. ها بيحسبها ولا بيحسبها ويحطها؟ بيحسبها ويحطها. مين اللي بيحسبها؟ مش الراوتنج تيبل، البروتوكول اللي شغال على الراوتر. الراوتنج بروتوكول اللي شغال على الراوتر. فكل راوتنج بروتوكول يا جماعه له معادله اسمها المتريك. المتريك دي يعني الكوست يعني. يعني هو الراوتنج تيبل ما بيبقاش فيه كذا روت؟ بيبقى فيه أكتر من طريق بس لكل شبكة طريق واحد أحسن طريق. صح كده؟ بيبقى فيه شوية طرق كتير جدا بس في كل شبكة مين؟ أحسن طريق بس يا باشمهندسين. ازاي؟ ايه؟ يعني لو واحد لو في روت وعايز أبعد هتدفعي كام وأنا أعمله لك؟ نعم. لو هي ستاتيك مش هتتغير، هي بزيرو. لو دايناميك بقى انا هلعب لك بقى في المعادله بتاعت المتريك. بتتغير في الدايناميك. فكل راوتنج بروتوكول يا جماعه
بيقعد يحسب الطرق بتاعه الشبكه وينقي منها احسن طريق يحط جوه مين، جوه الراوتنج تيبل. يبقى مين اللي بيحط احسن طريق؟ الدايناميك راوتنج بروتوكول. فالدايناميك راوتنج بروتوكول انا بحطه على الراوتر علشان اعرفه الشبكات البعيده ازاي يوصل لها، وهو لما بيجي يعرفك الشبكات البعيده بيديك احسن مين، احسن طريق، بيدخل كل الطرق اللي بيجيبها جوه معادله اسمها الكوست والمترك. اقل مترك اهو اللوست مترك، اقل مترك الطريق اللي له اقل مترك هو ده البيست روت، احسن طريق، وهو ده اللي بينحط فين؟ في الراوتنج تيبل. يبقى تاني كل طريق بيبقى له كوست، الكوست دي بيسموها مترك. طب هي المترك ايه؟ ديلي ولا باندويث ولا لود ولا كلام من ده؟ لسه معادلات بقى، ربنا يعني كرمنا وقتها ان شاء الله، تمام كده. فكل راوتنج بروتوكول بيبقى له المعادله بتاعته اللي بيحسب بيها احسن طريق. طب عنده 10 طرق للشبكه بتاعه طنطا، اختار احسن واحد احطه جوه الراوتنج تيبل. طب لو في طريقين اتنين اتساووا في المترك يحطهم الاثنين. طب لو في ثلاث طرق اتساووا في المترك يحطهم الثلاثه. بيعمل عليهم ايه؟ اهو نقول كده بقى، لو في اكتر من طريق اف 2 اور مور باس، اهو لو في 2 اور مور باس اهو يا جماعه ار ايكوال في المترك بتاعته بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها ايكوال كوست لود بالانس، يعني بيحط كل الطرق المساويه في المتر، تمام كده. يعني عندي خمس طرق لشبكه طنطا، منهم اثنين طرق بثلاثه ومنهم ثلاث طرق طلعوا باربعه، هحط الاثنين اللي هم لهم ثلاثه دول احطهم في الراوتنج تيبل، مش دول احسن طريقين عندي؟ بس باي ديفولت الاستاتيك روت اهو، باي ديفولت الاستاتيك روت زيرو اهو. المتريك بتاع الاستاتيك روت بزيرو، سواء كنت عامله اكزيت او عامله ايه بالنيكست هوب، وخدنا الفرق ما بين الاثنين. حلو. طب يعني دلوقتي لما نيجي نختبر هنعمل ايه؟ اهو بص كده، الراجل ده عايز يكلم مين؟ عايز يكلم الراجل ده، ماشي. بص كده، مره الباكت هتطلع من فوق ومره هتنزل من تحت، ادي اول واحده، ادي اول باكت نزلت منين؟ من تحت. طبعا الراجل ده بيوقعها ليه؟ عشان لسه ما عرفش الشبكه اللي هناك، اهو بلاك هول اهي. لو عايزه يعديها تعمل ايه؟ تعمل عنده ستاتيك روت اهو، يعني تيجي تقول له شبكه 3 عشان توصل اطلع منين؟ من السيريال ده اهو، بلاك هول اهو يا جماعه قدامكم اهو، كونفيجر تيرمينال اي بي مسافه روت 192 168 5 0 255 دوت 255 دوت 255 دوت 0 اطلع منين؟ سيريال كام بقى؟ 2 2 1 0 على 2 على 1 اهو، سيريال 0 على 2 على 1 بس عشان يعدي. بص بقى الباكت الثانيه هتلاقيها طلعت من فوق اهي. يلا يا عم كده تعالى نشوف، هذا اول باكت من تحت، ثاني باكت من فوق، ثالث باكت من تحت اهو. هو ليه اهو، هو ليه ما كملش؟ اه ثواني بقى عليا بس، معلش ده ليه ما كملش؟ ما حطيتوش ايبات لده؟ حطينا صح، مش حطينا اي بي اهو، اي بي روت 192 168 5 0 صح كده؟ يا جماعه ده دي 3 مش 5، دي 3، دي 3 يا شباب اهي. شفت الراجل؟ والله الراجل اللي عامل معاك كل الواجب، بس يعني مش عارف انت ظلمه ليه. اهو اي بي روت اهو، تعالى كده نحط هنا اهو كده ايه بيست اهو، ونقول له ايه اي بي روت بدل دي ما هي 5 نخليها كام؟ خليها 3 صح كده، تمام. هي 5 دي اللي جنبه ده بتاعته هو الخمسه دي. تعالى من هنا نروح بقى هنا، هتلاقيه بيكمل لحد الاخر ان شاء الله. اهو ادي الطريقه الاولانيه، الباكت الاولانيه هيمشيها من تحت هتكمل معاه اهو لحد النهايه، والطريق ده كنا معرفينه ازاي يرجع
بس كان ممكن ما عرفوش ازاي يرجع من فوق صح كده؟ اهو خد طريق رايح وهو راجع خد طريق تاني لان فوق كنت معرفه بس فين؟ انه يرجع من من, من اهو لو جيت بصيت هنا لو جيت بصيت جوه الشبكه دي بص كده اهو شو اي بي روت وانا لما قلتلوش يرجع منين يرجع من نفس لا انا قلت له يرجع منين على فكره اهو واحد اهو كنت عاملها في الاول خالص عشان تروح لواحد وداها لمين للسيريال 0 على 2 على 1 اهو اللي هو ده قايله عشان توصل الشبكه واحد دي طلع الباكت منين من هنا فاللي فوق ده طول عمره هيرجع منين من فوق لو عايز يرجع من تحت كمان مره من فوق ومره من تحت اديله اعرفه طريق تاني من تحت اهو يعني اجي كده واقول له ايه كونفيجر تيرمينال اي بي مسافه روت عايز توصل للشبكه 1.0 اهو اطلع منين من السيريال 0 على 2 على كام على 0 لو جيت بصيتي كده جوه التيبل تقول شو اي بي روت هتلاقي ايه الشبكه 1 على 0 بوصل لها بطريقين صح كده بص اهو هتلاقي الراجل دوت عامل لوب بالانس زي الفل دلوقتي مره من فوق ومره من تحت اهو مش هيعرف يرجع طبعا ادي مره اهو الباكت بتاعتك وصلت زي الفل هي مفيش حاجه اقول لا تمام طيب لو انا جيت ابعت باكت تاني لو جيت ابعت الباكت تاني اهو خد الطريق اللي فوق كان المره اللي قبلها واخد الطريق اللي تحت اهو ده هو راجع خد مين خد الطريق تحت طب ده ما اصل ده لسه ما يعرفش الشبكه مين واحد شفت بقى لازم نتعرف كل الراوترات على كل الشبكات اللي عندك اهو طب اعرفه على شبكه واحد اي بي روت 192 168 10 سبنت ماسك اهو عشان يوصل للشبكه 10 دي يطلع منين سيريال 0 على 2 على 0 ادي سيريال 0 على 2 على 0 تمام تعالوا كده نشوف بقى تاني كده اهو الراجل ده عايز يروح هنا عايزين بس ننفذها مرتين ورا بعض خليكم معايا كده ادي مره اهي الراجل راح من فوق هو راجع رجع من تحت مش شرط الطريق اللي رايح فيه ارجع منه طب لو هنفذها تاني اهو لو هنفذها تاني تعالى كده نشوف هنفذها تاني واحد مره تانية اهي الراجل بيعمل بينج مره تانية اهو يلا يا باشا المرة التانية راح نازل من تحت بس هو راجع هيرجع منين؟ من فوق بيعمل لوب بالانس بقى اهو حلو الكلام كده؟ في مشكلة كده يا جماعة؟ طيب ممكن ناخد بس بريك 7 دقايق كده خلاص؟ لو عايزين تنفذوها انتوا نفذوها عندكم بقى احنا قلنا مع بعض اتفقنا مع بعض ان انا لو انا عندي شبكة تمام وعندي شبكه وراوتر هنتكلم هنكمل موضوعنا ان شاء الله لو انت الراوتر ده اهو معرفه ان هو يوصل للشبكه دي بالطريق اللي فوق خلاص هيمشي من فوق صح كده لو انت قلت له خد الطريق اللي تحت هيمشي من تحت طيب لو جيت بقى الباشمهندس محمود راح جاي على الراوتر ده اهو وقام مشغل الاستاتيك ومشغل معاه الاوز بي اف يعني هو عرفه على الشبكه البعيده دي استاتيك وكمان راح مشغل معاه الاوز بي اف تمام الراوتر بقى هياخد الطريق اللي جابه الاوز بي اف ولا ياخد الطريق اللي جابه الاستاتيك يعني يصدق كلام الاستاتيك ولا يصدق كلام الاوز بي اف تاني بقى ها تاني ليه ما هنشوفه بقى تاني باشمهندس محمود راح مشغل ايه مشغل الراوتر بتاعه تمام استاتيك مشغل اوز بي اف هنكمل على فين ها مشغل الاثنين فالطريق الاستاتيك قال له عشان توصل للشبكه ان 10 ده هي
اطلع من السيريال زيرو على كام؟ على 2 على زيرو. لما شغل الاوز بي اف قال له لا ده ان 10 دي عشان توصل لها انزل من السيريال اللي تحت اهو. واحنا قايلين اللي بيتخزن عندنا جوه التيبل هو احسن طريق. فدلوقتي الراوتر بقى محتار اوبن شورتست باس في الراوتينج بروتوكول، يعني فايدته ان هو بيشغله على النتورك علشان يعرف الراوتر الشبكات البعيده عنه. ده دايناميك روتينج. فانت شغلت ستاتيك وشغلت ايه دايناميك. فالراوتر بقى هيستفيد من مين؟ ها اصل مسافه ازاي؟ ده نوع وده نوع تاني خالص. حسب المعيار اللي انت قايلها. لا 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 يبقى تاني وتاني كده يا جماعه عشان الحته دي مهمه. لو انت مشغل اكتر من سورس راوتنج، يعني زي ما الباشمهندس محمود عمل كده، راح مشغل ده ستاتيك اهو الراوتر ده، حاط عليه ستاتيك روت، قال له عشان توصل للشبكه دي اطلع من فوق. وقام منزل سوفت وير على الراوتر اللي هو الاوز بي اف، فالاوز بي اف قال له عشان توصل للشبكه دي قدرا خد من تحت. الراوتنج او الراوتر لو لها اكتر من طريق جاي من اكتر من مكان مرتبهم على حسب البريوريتي. البريوريتي عندنا جوه الراوتر بنسميها ايه؟ بنسميها ادمنستريتيف ديستانس. ادمنستريتيف الاولويه ديستانس. ادمنستريتيف ديستانس. فيقول لك لو انت عندك شبكه دايركت كونكتد وحد جايب لك طريق ليها غير دايركت كونكتد، لا ده انا اصدق الدايركت كونكتد، اصل الاي دي بتاعتها بزيرو، الاولويه بتاعتها بزيرو، اعلى اولويه، فالزيرو اعلى اولويه. طب لو عندك طريق ستاتيك الاي دي بتاع الاستاتيك بواحد. طب الرب لو الرب جاب لك طريق الاولويه بتاعته 120، فلو الاستاتيك الادمن كتب لك طريق بايده وانت جالك طريق تاني بالريب نفس الشبكه، الراوتر ياخد الاقل يصدق الاستاتيك ويرمي الطريق اللي جابه الريب. اقول لك انا الاول على الكلاس، كل ما الاولويه بتقل كل ما البريوت بتزيد. انا الاول على الكلاس يبقى انا اخر واحد في الكلاس، انا اعلى واحد فيكم، صح كده؟ تمام. طب لو الاوز بي اف انت مشغل الاوز بي اف، الاوز بي اف ب 110 فالستاتيك يكسب. فلو الاستاتيك الادمن عامل لك طريق من جهه والاوز بي اف جاب لك نفس الشبكه بس من جهه ثانيه، الاستاتيك اعلى، فاللي يتخزن في الراوتنج تيبل الاستاتيك. تمام. طب لو احنا شغالين اي جي ار بي، الاي جي ار بي ب 90 لانك بتاخد كورس سيسكو فهم معليين البريورتي بتاعتهم. يبقى تاني الادمنستريتيف ديستانس علشان افرق ما بين راوتنج وبروتوكول وبعضيها، عشان افرق ما بين سورس وبعضه. طب المتريك علشان افرق ما بين طرق. يبقى تاني بقى انا عندي طريق جاي من الاستاتيك وطريق جاي من الاوز بي اف، هاخد بتاع مين؟ الاستاتيك. لانه ليه؟ اقل ادمنستريتيف ديستانس. تمام. يبقى تاني القصة دي كده عشان الباشمهندس محمد. ها عندنا يا جماعة اهو ادي الراوتر بتاعي، له هنا راوتر اهو وفي هنا راوتر اهو. ادمنستريتيف ديستانس لا مش اقل مسافة، انا ما بقولش اقل مسافة، اعلى اولوية، اعلى بريوريتي. يعني مسافة، هم اولاد لذينة. تمام. واحد من الادمنستريتيف يعني؟ والله ما هو له دعوه بالمسافه خالص. اولويه، شيل الادمنستريتيف ديستانس ما ترجمهاش حرفي لان احنا قصه والقصه هجيبها من اولها، مش 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 وقتها خالص. ها ده حاجات ستاندر يا باشمهندس، يعني الواحد ثابته وال 110 ثابتين وال 90 دي ثابتين، بس ممكن اغيرهم بقى لو عايز انت تغيره، بس دي ستاندر. يعني لو مش عايزه ياخد الاستاتيك وياخد الاوز بي اف، اروح اعلي الادمن ديستنس بتاع الاستاتيك فياخد الطريق الاوز بي اف جابه،
يبقى تاني بقى كده واحده واحده الحته اللي فوق بس قبل دي بتاعتي واحده واحده بس واحده واحده كده معايا. ها الراجل راح على الراوتر ده هو الباشمهندس محمد وقال له علشان توصل للشبكه 3 0 ده اهي اطلع من السيريال ده اهو. فبقى عندي طريق استاتيك للشبكه 3 0 منين؟ من السيريال ده. تمام. الباشمهندس محمد قام رايح مشغل على الراوتر ده راوتنج بروتوكول، بقى عنده طريق استاتيك وطريق دايناميك. فالراوتنج بروتوكول هو بيحسب احسن طريق، قال له لا سيبك من الطريق اللي فوق خد الطريق اللي تحت. فالراوتنج بروتوكول جاب للراوتر طريق والادمن حط بايده للراوتر طريق. الراوتر هيصدق مين؟ قال لك علشان نفرق ما بين البروتوكولز في عندنا حاجه اسمها بريوريتي. البريوريتي ده بيسموه ايه؟ بيسموه ادمنستريتيف ديستانس. كل ما البريوريتي بتقل كل ما انت بقيت باشا، بقيت اعلى مصداقيه. تمام. هما بيسموها كده تراست ويرنس. كل ما الرقم يقل ده ما هو بقى خدي بالك البريورتي في الفاليو لما بتقل بيديك اعلى اولويه. اقول لك انا الفيرست على الكلاس يبقى اعلى واحد فيك ولا اقل واحد؟ عشان كده بقول لك الادمنستريتيف ديستنس المسافه اللي بيني وبين الادمنستريت كل ما تقل ابقى احسن. ايه بقى المسافه اللي بينكم الادمنستريتيف؟ مين الادمنستريتيف ده؟ لا 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 احنا هنكمل دلوقتي. مين بقى المسافه بين الادمنستريتيف؟ مش مهم حضرتك، انا مثلا البريورتي بتاعتي عالي انا اللي هنا. بعد شويه زي الفل. طب هي مفهومه كده؟ ثبتي على كده تمام؟ طيب يبقى ان هو كل ما البريورتي دي يا جماعه رقمها بيقل فيبقى السورس بتاع الطريق احسن. فانت لو مشغل استاتيك وريب لا الراجل ما يصدقش الريب، بس يصدق مين يا باشمهندس عمرو؟ الاستاتيك، لان هو بواحد والريب ب 120. طب لو انت مشغل الريب والاوس بي اف، لا الاوس بي اف هو اكبر مصداقيه لانه ب 110 الريب ب 120. فالراوتر بتاعك يصدق الطرق اللي جايه منين من الاوس بي اف عن اللي جايه من الريب. ها الله يكرمك. اقل ادمن ديستانس، اللي بعده الاي جي ار بي، اللي بعده الاوس بي اف بالظبط. لو انت مشغله اتنين منهم، لو انت مشغله مين؟ اتنين منهم. امال يا عم ايه المترك اللي انت قلت عليها؟ تمام. ها فالمترك بستخدمها علشان افرق ما بين الباصات. المترك بستخدمها علشان افرق ما بين الطرق. اما الادمنستريتيف ديستنس بستخدمها علشان افرق ما بين ايه؟ اولويات، اللي هو راوتنج بروتوكول. يبقى تاني بقى واحده واحده خالص كده. صلوا على النبي بقى. اهو عندي هنا شبكه اهو اهي اهي واهو ده سيريال 0 على 2 على 0 وده سيريال 0 على 2 على 1. الراجل ده اهو راح مشغل الريب وراح مشغل على الراوتر ده الاوز بي اف. يبقى عنده كام شبكه؟ 2، واحده ريب واحده اوز بي اف، يعني مشغل اتنين بروتوكول على نفس الراوتر. الريب ده يا جماعه لما بيجي يحسب احسن طريق، احسن طريق بالنسبه له بيبقى اقل عدد من الراوترات. لو انت مشغله الريب فالمعادله بتاعه الريب اقل عدد من الهوب كاونت، يعني الطريق الكويس بالنسبه له اللي فيه راوترات قليله الريب اهو. في الريب عندنا المترك بتاعته ها حاجه اسمها هوب كاونت، حاجه اسمها ايه؟ هوب كاونت. الطريق اللي فوق لو انا واقف على الراوتر ده وعايز اوصل للشبكه دي هعدي على كام راوتر؟ 1 2. طب لو خدت الطريق اللي تحت 1، فيبقى كده الكوست بتاع الطريق اللي فوق 2 والكوست بتاع الطريق اللي تحت 1. فاحسن طريق بالنسبه للرب او البيست روت الطريق الثاني اهو باس 2. الرب حدد الطريق الثاني بناء على ايه؟ اقل عدد من الراوترات. فجي للراوتر بتاعك قال له يا راوتر عشان توصل للشبكه البعيده اللي هناك دي اطلع من السيريال 0 على 2 على 1. يبقى المترك يا جماعه بستخدمها في ايه؟ لما يجي الراوتنج بروتوكول يحسب مين احسن مسار للشبكه.
فالرب بياخد احسن مسار بناء على اقل عدد من الراوترات. فالبشمهندس علاء قال لك لا يا عم ده انا هعترض على الموضوع ده. ليه يا عم بتعترض؟ قال لك يا عم ده الطريق اللي تحت ده اساسا هو اي راوتر واحد بس دايل اب، والطريق اللي فوق دوت ده ايه والناية 2 ميجا، بقى سيب ال 2 ميجا واروح للطريق اللي تحت. الرب ما عندوش حاجه اسمها بندوس يا رجاله، راوترات بس عاملينه من السبعينات بندوس وبتاع ايه تتهرج تمام. فالرب احسن طريق بالنسبه له لكل شبكه اقل عدد من الراوترات. فانت لو مشغله الرب بس هيحسب لك كل الشبكات اقل عدد من الراوترات وشكرا. طب الاوز بي اف، الاوز بي اف بيعتمد اعتماد كل في المترك بتاعته على الباندويت اهو. الاوز بي اف بيعتمد اعتماد كبير عنده في الشبكه بتاعته على الباندويت، بيقوم عامل كده 10 اس 8 على الباندويت. طب وليه حط الباندويت في المقام؟ عشان كل ما الباندويت يكبر يبقى الكوست قليل. هو انا لما اقسم على 2 غير لما اقسم على 5، معايا سندوتش يا باشمهندس علاء قسمته على 2 كل واحد هياخد ربع، طب قسمته على 5 ولا 10 كل واحد ياخد حته قد كده صح كده. فكل ما المقام بي... كل واحد ياخد ربع. ايوه ما هو سندوتش، هو سندوتش ايه؟ هو سندوتش كامل؟ لا ده بقى شقه دلوقتي. صح. ايه يا باشمهندس؟ ايه يا باشمهندس؟ نعم وقتها هقول لك عليه، يعني هناخد شابتر اوز بي اف وقتها هقول لك عليه. بس عموما هو الاوز بي اف بيحط الباندويتس في المقام. ليه الباندويتس في المقام؟ عشان كل ما كبرت، يعني 2 ميجا دي ب 2 مليون، فلما اقسم على 2 مليون هيديني رقم صغير غير لما اقسم على 56 كيلو صح. فكل ما الكوست اقل باخد الطريق الكوست بتاعه اقل تمام. فالراجل اللي شغال اوز بي اف هيقول لك لا يا عم اطلع من فوق اهو. فالاوز بي اف احسن طريق بالنسبه له مين؟ سيريال زيرو على 2 على زيرو، في فوق في 2 ميجا. فلما اقسم على 2 ميجا هيديني رقم صغير، انما لما اقسم على 56 كيلو هيديني رقم قليل. ها تاني بقى عشان نخلص من الحته دي. انت كده خلصت اخر مكالمه ليك النهارده ماشي حضرتك؟ بالظبط. ها بصوا كده، انا لو عندي الراوتر ده اهو متوصل بايه؟ ها بكذا طريقه اهو، وعايز اوصل للشبكه اللي هي في الاخر دي اللي هي 192 اهو 168 3 0. لو انت شغاله براوتنج بروتوكول اسمه الريب، مشغله الشبكه دي بالريب، فالريب احسن طريق بالنسبه له اقل عدد من الراوترات، حاجه اسمها الهوب كاونت. يعني لو في شبكه بيوصل لها براوترين ونفس الشبكه بيوصل لها براوتر واحد ياخد المراوتر واحد تمام. فالبشمهندس خالد قال لك لا يا عم هو احسن طريق بالنسبه للريب الطريق اللي تحت، لانه هيعدي على راوتر واحد اهو، والطريق اللي فوق هيعدي على كام راوتر؟ واحد اتنين. بس الطريق اللي تحت 56 كيلو سرعته دايل اب، والطريق اللي فوق ايه والنايه سرعته 2 ميجا 2840. يا نهار ابيض، يبقى اطلع من فوق ولا انزل من تحت؟ فلو انت شغاله اوز بي اف، الاوز بي اف بيعتمد المعادله بتاعته على الباندويتس. فالاوز بي اف هيقول لك لا سيبك من اللي تحت ده، تحت ده بطيء، تعال نطلع من فوق. لو انت شغاله راوتنج بروتوكول كانت الدايلما دي خلصت يا باشمهندس عمرو، هتاخد احسن طريق هو هيديهولك وخلاص. طب لو انا منزل الاثنين نروح بقى لمين؟ للبريورتي. هو الرب اقل بريورتي ولا الاوز بي اف اقل بريورتي؟ بالظبط اهو. الاوز بي اف كانت الادمنستريتيف ديستانس بتاعته 110 والتاني 120، فالراجل يصدق الطريق بتاع الاوز بي اف. يبقى لو انا بفرق ما بين طرق باخد اقل مترك، اقل مترك طرق مترك طرق مترك. لو انا بفرق ما بين راوتنج بروتوكول ادمنستريتيف ديستانس، يبقى الاول انا هصدق الباشمهندس سيد ولا الباشمهندس صلاح؟ الاول هو البريورتي بتاع الباشمهندس سيد كام والباشمهندس صلاح كام؟ الاقل اصدقه. طب هو الباشمهندس سيد جايب الطريق بتاعه منين؟ مطبق عليه المعادله بتاع البريورتي بتاعته تمام. كل واحد فيهم بيقول له طريق شكل، لان كل واحد فيهم له معادله مختلفه عن الثاني. المعادله دي اللي اسمها المتريك. الاوز بي اف ب 110 المتريك قصدك؟
المعادلة على طول يا باشمهندس، المعادلة بتاع الكوست دي كل ما بتقل كل ما يكون احسن، وعشان كده حاطين البند ويدث فين؟ في المقام، عشان كل ما الطريق البند ويدث بتاعته يزيد يقل اللي طالع من الكسر، صح كده؟ اهو اهي شفت المعادلة بتاع البند ويدث فين؟ اهي الاوز بيقفل المعادلة 10 اس 8 على بند ويدث، فال ده ثابت. فلو الطريق عندك سرعته 2 ميجا غير لما يكون سرعته 56 كيلو، 2 ميجا دي يعني كام؟ 2 مليون متر سكند، هنضرب في 1000. ده المتر بتاع الاوز بي اف. فلما تقسمي 10 اس 8 على 2 مليون ولا تقسمي 10 اس 8 على 56؟ على 2 مليون هيديك طريق صغير، قص صغير. يعني هو دلوقتي انا باخد عشان اخد اي طريق. لا افرق ما بين اثنين راوتنج بروتوكول. حضرتك خلاص بقى مش بالظبط المتر بتاعه. هو اصلا المفروض وانا شغال ما بشتغلش غير راوتنج بروتوكول واحد على الشبكه كلها. ده انا بقول لك لو حصل لو حصل ان انت نزلت اثنين راوتنج بروتوكول فبضطر تقارنيهم بحاجه اسمها ادمنستريتيف ديستنس. الراوترات كلها يا جماعه بتبقى شغاله بنفس الراوتنج بروتوكول اللي في الشركه. طب انا لو شغلت اثنين راوتنج بروتوكول، طب ليه بشغل اسباب تانية انا اقول اشوفها بعدين. لو اثنين راوتنج بروتوكول هاخد اقل ايه بريوريتي. طب هو اساسا الراجل ده لو هو بيجيب لك الطريق مديك احسن طريق ازاي؟ عنده معادله في دماغه بيطبقها على الطرق اللي جابها بياخد احسن طريق من وجهه نظره هو. فاحنا عندنا كل راوتنج بروتوكول يا شباب له حاجه اسمها مترك. اهو ايه المترك؟ لو انت شغال ريب هتلاقي المترك بتاعته هوب كاونت. لو انت شغال اوز بي اف هتلاقي المترك بتاعته باند ويتس، يعني بيدخل باند ويتس عندنا. لو انت شغال اي اي جي ار بي هتلاقي الباند ويتس والديلاي واللود والريلابيلتي، يحطوهم كلهم في معادله. هنشوفها ان شاء الله لما نيجي ناخد الاي جي ار بي. تمام؟ علشان احدد احسن طريق خاصه بكل بروتوكول. فكل طريق بيبص للشبكه من وجهه نظره. دي المعادلات يا جماعه، دي المعادلات بتاعه المترك. يبقى الراوتنج بروتوكول بيجيب لك احسن طريق بناء على ايه؟ بناء على معادله. تمام؟ ها المترك بتاع الطريق الاستاتيك بزيرو، مانيش كوست، ده الادمن اللي مديهولي، احسب له كوست ليه؟ هقارنه مع مين؟ ده الادمن اللي قال له خده وانت مغمض. فالاستاتيك الكوست بتاعته بكام؟ بزيرو ككوست. طيب طب لو واحد بقى راح اتفزلك وشغل اتنين راوتنج بروتوكول، فده هيجيب لك طريق وده هيجيب لك طريق، هصدق انا واحد مين؟ ادمنستريتيف ديستنس. لما اجي اقارن ما بين راوتنج بروتوكول ادمنستريتيف ديستنس، لما جه قارن ما بين بساط مترك. طب المترك دي هي ايه؟ كل واحد بيحسب المعادله بطريق مختلف. فانت لو شغال رب، الرب هيجيب لك احسن طريق هو الاقل عدد من الراوترات. لو انت شغال اوز بي اف هيجيب لك احسن طريق اعلى باند ويتس. لو انت شغال اي جي ار بي هيجيب لك احسن طريق باند ويتس وديلي ولود وريلابيلتي. باند ويتس الويتس اللود تحميل ديلي تاخير ريلابيلتي اعتماديه. هنعرف كل واحده من دول بعدين. تمام؟ بيحطوهم في معادله خلاص بحيث ان هو احسن باند ويتس واقل ديلي واقل لود واعلى ريلابيلتي يطلعوا له اقل ايه؟ اقل رقم. بالظبط كده. ده يا جماعه المترك دي انا بستخدمها علشان احدد بيها البيست روت. على طول البيست روت انا باخده على اقل مترك، اقل قيمه عدديه. اقل قيمه عدديه ده يعني احسن فاريبل، احسن باند ويتس، احسن ديلي، احسن لود. تمام؟ طيب ده لو انا مشغل اوز بي اف بس، لو انا مشغل اي جي ار بي بس. طب لو مشغل الاثنين هتلاقي الاوز بي اف طبق المعادله بتاعته جاب لك طريق الشبكه دي تروحها من طريق شكل، والاي جي ار بي قال لك طريق ثاني شكل. هتصدق الاي جي ار بي ولا الاوز بي اف؟ بالظبط كده. قال لك في عندنا حاجه اسمها البريورتي، البريورتي دي بنقول عليها ايه؟ ادمنستريتيف ديستنس.
الديستانس بتاع الاستاتيك بواحد، الديستانس بتاع الاي اي جي ار بي 90، بتاع الاوز بي اف ب 110، بتاع الرب بكام؟ 120. والله هي احسن واحده بس بيعمل بروسيسنج جامد على الراوتر. بتعمل زي مثلا عشان البروسيسنج. تمام، حلو كده. في مشكله كده عند حد؟ ها طيب، عرفنا ان الراوتر بتاعنا ده اهو حمل على الاثنين لما انا عملته ستاتيك. ليه؟ لان هما الاثنين متساويين في الكوست، ده بزيرو وده بزيرو لانه ستاتيك، وهما الاثنين متساويين في الاولويه لان الادمنستريتيف ديستانس بتاع الستاتيك بكام؟ بواحد. يعني مش طريق واحد جابه ستاتيك والتاني جابه ريب، ده الاثنين ستاتيك، صح كده؟ طيب عايزين ناخد دلوقتي حاجه ثانيه اسمها، ها اسمها ايه بقى؟ اهي حاجه اسمها فلوتنج ستاتيك روت. يعني ايه فلوتنج ستاتيك روت؟ يعني انا عامل اتنين ستاتيك بس عايز يا باشمهندس محمود ياخد واحد فيهم برايمري والتاني باك اب، ما يحملش عليهم الاتنين. فلوتنج ستاتيك روت يعني انا عايز اعوم واحد بره الجدول، اطير واحد بره الجدول. تمام، يعني هو مش واخد محمل على الطريقين عامل لوب بالانس، لا عايز اطير واحد من الجدول. اللي موجود في الجدول لو وقع التاني ينزل، تمام؟ لو اللي موجود في الجدول رجع التاني يطير. باك اب، الله يكرمك، برايمري وباك اب. تمام، ليه؟ اصل الستاتيك الاولاني اللي فوق ده كان دايره فايبر، الستاتيك اللي تحت مثلا كان دايل اب، فما ينفعش يعمل عليهم لود بالانس. انا عايز استخدم الفايبر، لو الفايبر مقطوع يمشي دايل اب، صح كده؟ اين كان. تمام، الكوست بتاع الاستاتيك ما اقدرش اغير فيه، امال انا ممكن العب في ايه؟ في الاولويه، في الادمنستريتيف ديستانس. مش الاولويه بتاع الاستاتيك لسه واخدينها حالا بواحد؟ هخلي واحد بواحد والتاني باتنين، حلو اهو. يبقى انا هغير في مين يا جماعه؟ في البريوريتي، هخلي واحد بواحد زي ما هو الديفولت بتاعه والتاني اخليه باتنين. فالراجل يشتغل على مين؟ على الواحد لانه اعلى اولويه. طب الواحد مش موجود ينزل الاثنين، يبقى الفلوتنج ستاتيك روت تاني. الاثنين لو انت ما غيرتش في الاولويه بتاعتهم الاثنين بواحد لوب بالانس وايكوال، واحده كده واحده كده. طب انا عايز اعمل فلوتنج، فلوتنج يعني ايه؟ يعني روت باك اب، هاجي في طريق الباك اب ده واعلي الاولويه بتاعته عن مين؟ عن البرايم. يعني عليها يعني ايه؟ خليها اثنين، خليها ثلاثة، خليها خمسة. ده خد بالك انا ممكن اعمل بروتكشن لاكثر من طريق مع بعض. الاولاني اخليه واحد، الثاني اخليه اثنين، الثلاثة اخليه ثلاثة. فلو الواحد انقطع ياخد الاثنين، طب الاثنين انقطع ياخد الثلاثة. بالظبط كده. تمام؟ فدينا كده انا بعمل ايه؟ لود بالانس باقل حد. يعني في حاجة ثانية اسمها جروب بوليسي ان شاء الله تاخدوها في سيس ان بي. يقول لو الترافيك طالع من الشبكه الفلانيه معديه من فوق، لو الترافيك طالع من الشبكه الثانيه عديه من تحت. تمام كده. عشان بقى ايه بقى؟ علشان اقول ان ده عميل في اي بي امشيه على الطريق اللي البندوس تحته عالي. تمام كده، تي داتا بتعمل كده. تمام، استاتيك الاثنين استاتيك، فعمل عليهم لوب بالانس. انا عايز اعمل ايه؟ عايز الطريقين الاستاتيك دول واحد يكون برايمري والثاني باك. طب لو انا عندي واحد استاتيك والاي جي ار بي شغال وعايز اقول له الاستاتيك يكون باك اب للاي جي ار بي، يبقى خلي البريوريتي بتاع الاستاتيك بكام؟ اقل من الاي جي ار بي ب 91. مش الاي جي ار بي 90 اهو؟ لو انت عايز تعمل طريق استاتيك يشتغل امتى؟ لو الدايناميك راوتنج بروتوكول بتاعك وقع، فاجئ على البريوريتي بتاع الاستاتيك خلاها بكام؟ 91. فياخد ال 90 اللي هو الاي جي ار بي، كل الطرق الاي جي ار بي اديها له ياخدها. امتى يروح للاستاتيك؟ لو الاي جي ار بي وقع. بتحكم فيه، ده ديفولت.
ده الديفولت اغير زي ما انت عايز. هو كلمه ديفولت دي طالما قلت انا كلمه ديفولت يبقى ممكن تعملها كونفيجريشن. عشان نستخدم الاي بي اي لما نقول ديستنس دي مش هنفرق بين البروتوكولات. طب لو هو بروتوكول واحد انا بقول ان هو مثلا ستاتيك ازاي هفرق؟ مش هفرق بقى خلاص شكرا. ما هو كده ما كده عندي طريقين ستاتيك. بعمل ايه بقى؟ هاجي الواحد فيهم ستاتيك اعلي له البريورتي بتاعته. هم حاجه واحده اصلا. هم حاجه واحده ما انا بس انا هعلي الواحد بس. يعني التاني اسيبه بزيرو. بواحد اسف زي ما كان. يعني انا ممكن اغير زي ما انا عايز. زي ما انت عايز. ممكن شبكه تغيرها زي ما انت عايز. يعني جزء من الراوتنج كمان. طيب اغير ازاي الادمنستريتف ديستنس؟ بصوا اهو. بصوا عشان اخلص من الموضوع ده الله يكرمك. هو الكوماندات كانت مكتوبه ازاي؟ وانت بتكتب الكوماند بتاع الستاتيك روت اهو شو رانينج اهو الكوماندين اهو كاتب اي بي روت كذا 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 والسيريال كذا اهو كونفيجر تيرمينال اي بي روت. انا بعيد الكوماند تاني اهو 3 0 255 255 255 دوت 0. اخرج من السيريال كام؟ 0 على 2 على 0. المفروض ده يا جماعه مكتوب جنبها كده واحد مسافه واحد. ده ايه الاولويه بتاعتها؟ ما كتبتيش هو بيحط لك بواحد. ده الديفولت. طب الطريق الثاني اهو بس هيبقى منين؟ مش من 0 على 2 على 0 بقى. 0 على 2 ايه؟ على واحد. واخلي دي بدل واحد اخليها ايه؟ 2. بقى الاساسيه عندك منين؟ من اللي فوق اللي هو خارج منين يا جماعه؟ من السيريال 0 على 2 على 0. ده البرايمري بتاع ده انقطع ينزل منين؟ من التاني. فكان المفروض وانا بشرح لك الكوماند اكتب لك مسافه ايه؟ ادمنستريتف ديستنس. ما كتبتهاش شغال على الديفولت. حلو؟ تمام؟ انتر اهو. بص بقى يا معلم مش هتلاقي عامل لوب بالانس دلوقتي. شو اي بي روت. هذا الشبكة 3 0 ملهاش غير طريق واحد اهو. من السيريال 0 على 2 على ايه؟ على 0. طب لو الطريق ده انقطع؟ اهو الطريق ده طيرته. تعال بص كده شو اي بي روت تاني. اوتوماتيك هتلاقي مين؟ طريق مين؟ طب رجع. الطريق التاني طار. اهو. اعمل شو تاني كده؟ اهو. صح الكلام؟ تمام؟ فيمشي من على الطريق اللي فوق. شغال محمل على اللي فوق. اللي فوق وقع ينزل على اللي تحت. اصل مش منطقي، انا عندي واحد دايركت فايبر وواحد عامله دايل اب تخطي اللي فوق. سيركت سويتشنج من تحت. فامشي منين؟ من على الليزر لاين من فوق. الليزر لاين شغال؟ شغال. الخط انقطع ينزل هو اوتوماتيك من تحت، الترافيك بتاعه كله من تحت. تمام؟ تعالى كده نشوفها اهي الكوبي اهي وناخدها نحطها في النوت باد. فين الكوماند يا جماعه اللي بيعمل كده؟ اهو. اهو كوبي ونحطه فين؟ في النوت باد. ده اسمه ايه يا شباب؟ ده اسمه فلوتنج ستاتيك روت. اهو. طيب زي ما الباشمهندس علاء كان بيقول، طب انا بقى لو عايز الراجل ده اهو ادخله نت بقى، هو انا عندي الفرعين بتوع الشركه بيوصلوا بعضهم والاجهزه انا بتكلم بعضيها والدنيا الاجه خالص، وعندنا هنا سيرفر اوراكل بنكونكت عليه، الناس بتوع المبيعات شغال معاكي وانت عامله الكونكشن والدنيا زي الفل، صح؟ اهو ما هو ده الشبكه بتاعتنا ايه؟ ده سيرفر اوراكل اهو مثلا يعني. فانت بتعمل الكونكشن عشان الناس بتوع المبيعات اللي قاعدين هنا يعرفوا يخشوا على برنامج الاوراكل اللي شغال عندهم هناك في القريه على السيرفر بتاع الاوراكل. انت بتعمل الكونكشن عشان كده، صح؟ مش بتعمل الشبكه عشان كده، عشان الناس تاخد سيرفيسز، عشان نعرف نكونكت على السيرفرات بتاعتنا، نخش على الحاجات بتاعتنا اللي هناك موجوده في الكامبس. طيب انا عايز بقى الناس هنا بتوع طنطا دول اروق عليهم، يعني اجيب لهم خط نت كده واظبطهم عشان يخش بقى على الفيس وياهو وكلام من ده. فاعمل ايه؟ خلاص من تي داتا هروح اجيب دي ليز لاين او دي اس ال مودم. فين الدي اس ال مودم؟ هنا كده. راح فين؟ اهو.
وايرلس اهو وايرلس ليز لاين الدي سي اللي هو مودم لا شيء زي اللي عندك في البيت بالظبط الراوتر اللي هو زي اللي عندك في البيت بتاع داتا ده واروح جاي موصله بمين بالراوتر بتاع الايه بتاع سيسكو بايثرنت كيبل اهو اهو تمام انا عايز خط نت لوحده يعني عايز خط نت لوحده ماشي عايز خط نت لوحده بدل الشبكه الايه الداخليه اللي عندي اللي موصل عليها الجست بتاع الايه بتاع الناس طبعا ده لو عندي شركه صغيره هجيب خط نت على خط التليفون لو انا جامعه او شركه كبيره باخد من تي داتا كابلايت فايبر ليز لاين على طول بدخلها في المودم الاتش دي اس ال واخده على السيريال تمام يبقى لو شركه صغيره شكل معهد هنا التدريب المعهد التدريب عامل ايه هنا خط راوتر نت زي اللي عندك في البيت ده راوتر نت اللي في البيت اهو لابو اتنين انتنة ده شكل 3 كوم او تيبي لينك او الكلام ده واخده على الفتحه بتاعه الايثرنت بتاعه الراوتر وهعمل شويه كونفيجريشن اما لو انا قاعد في جامعه او كلام من ده وجايب خط كبير بقى ليز لاين عشان اوزع للجامعه بحالها باخد من تي داتا خط ايه فايبر وادخله على السي اس يو دي اس يو وادخله على السيرك بتاع الراوتر وليه كونفيجريشن كده انا اخدها ان شاء الله في الويب انما هنا الكونفيجريشن بسيطه جدا هو الراوتر بتاع النت ده مش هو اوتوماتيك شغال دي اتش بي سيرفر يعني انت عندك في البيت لما بتخش بالموبايل او بتخش باللاب مش انت بتبقى عامل اي بي اوتوماتيك وهو بيديك اي بي صح كده برايفت اي بي فالراوتر بتاع النت يا باشمهندسه شغال دي اتش بي سيرفر فانا هخش على الانترفيس اللي قدامه ده اهي واقول له خد الاي بي بتاعك من مين من الدي اتش بي سيرفر اللي قدامك اهو بص ازاي اهو باجي على الراوتر على الانترفيس اهو اهو كونفيجر تيرمينال انترفيس اسمها ايه الانترفيس 0 على 1 اهو يا باشمهندس اللي هو اللي متوصله بمين بالراوتر بتاع النت اهو واقول له اي بي ادرس دي اتش سي بي بدل ما اديله الاي بي اقول له لا ده انت قدامك جهاز شغال ايه دي اتش سي بي خد الاي بي بتاعك منه صرف معاه اهو ده ايه يا باشمهندس ده لما اكون مواصل الراوتر بتاع النت بالانترفيس اللي هي السيريال او الايثرنت وعايز ياخد اي بي هو اوتوماتيك منين من الراوتر بتاع النت وبعدين نو شوت داون بس ده اول حاجه اهو يا باشمهندس اهو اهو ده الفتحه اللي عندي في الراوتر اللي انا موصلها براوتر النت قلت له اي بي ادرس دي اتش سي بي قلت له راوتر النت ده اول ما بيشتغل اوتوماتيك بيوزع اي بيهات برايفت خد لك اي بي منه ويطلع منه عليه لسه روق عليا كده خد اي بي من الراوتر بتاع النت صح كده تمام لسه اهو لسه اهو بقى ها خلاص كده اتفهم الحته دي يا شباب يعني الكوماند بتاع الدي اتش سي بي ده فايدته ايه بقول له انت جاي قدامك جهاز شغال دي اتش بي سيرفر خد ايه خد اي بي منه حلو كده دي اتش سي بتاع النت اللي هو الوايرلس بس كده اللي هو الراوتر اللي عندك في البيت ما هو ده متسطب عليه الرول بتاع الدي اتش سي بي اهو لو جيت بصيتي كده على الراوتر وقلت له ايه اهو الخط ايه نور اهو بقى زي الفل اهو لو دخلت على الراوتر ده دلوقتي هتلاقي خد اي بي منه كام الدي اتش بي سيرفر اداني اي بي 0100 بسبنت ماسك 3255 مين قال بقى للراوتر ده ان اي باكت تجيلك ما انتش عارفها احذفها كده محدش قال له هعرفه على حاجة تانية دلوقتي اللي هو اخر موضوع عندنا في الاستاتيك اللي اسمه ايه اسمه ايه يا شباب الديفولت استاتيك روت اللي هو سكة اللي ملوش سكة دلوقتي انا بس وصلت التوصيلة الفيزيكال عايز اقول له بقى يا راوتر اي شبكة انت ما انتش عارفها طرح وتبقى اخر شبكه عندي بدل ما ادور في كل الشبكات بتاعتي يعني ايه انا عندي شبكه 1 و2 و3 و4 و5 في الشركه والله لو الباكت راح على شبكه 6 شبكه 6 دي مش جوه الشبكه عندي يطلعها بس بعد ما يتشيك ان هي مش موجوده عنده الاول في فروع وعشان كده الستاتيك روت ده الديفولت ستاتيك روت ده بيبقى فين اخر طريق عندك الملاذ الاخير اللاست ريسورت بيسموه كده تمام بدل ما الراوتر يوقع الباكت لا يحذفها على النت وتقدر تتصرف فيه اصل انا مش مطالب اروح احجز الشبكه بتاع جوجل اخزنها عندي والشبكه بتاع فيس اخزنها عندي والشبكه بتاع مصراوي اخزنها عندي والشبكه بتاع المصريه اخزنها عندي لا مين قال كده
هو في طريق للنت بيوديه لكل الشبكات دي، وهما بقى هناك على روترات النت بتاعتهم عندهم حيتان بقى شغالين راوتنج بروتوكول اسمه البي جي بي اللي رابط الاي سي بي ببعضها. يتصرف بقى اساس البي نشرحهم في 5 ايام البي جي بي ده مش موضوعنا دلوقتي تمام. يبقى اللي انا هقوله ده ده سكه اللي ملوش سكه. امال يا عم التوصيل انت عملتها دي دي هو توصيل الفيزيكال خدت لينك للاي اس بي، انما مين اللي قال للراوتر لما يجي لك باكت شبكه انت ما تعرفهاش احذفها على الاي اس بي اللي هكتبه حالا دلوقتي. هاجي اهو على الراوتر ده اهو، بص يا باشمهندسه كده عايز اقول له يا راوتر والله لو جالك باكت مش مكتوب فيها واحد ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه ولا خمسه احذفها كده. هعمل ايه يا باشمهندسه؟ هقول له اهو هاجي هنا اقول له اكزت اي بي روت اربع اصفار. لو جالك اي شبكه اي باكت باي اي بي باي صبنه ماسك اي بي روت اربع اصفار شبكه مسافه اربع اصفار صبنه ماسك، معناه ايه؟ لو جالك اي اي بي باي صبنه ماسك اي باكت مكتوب في اي اي بي باي صبنه ماسك اخرجه من الفاصل 0 على 1 اللي هو مربوط بالنت. بس يا سيدي تمام كنا نطلعها، بس احنا كنا بنعملها كده بس كده نطلعها على الاربع زونات اربع زونات بالظبط. هو ده الديفولت سكرو. ليه الله اعلم يعني هو كده المشكله قلنا نطلعوها كده واي الطريق الثاني واقع فاعمل لكم طريق ديفولت ستاتيك كروت على اي اس بي بقى على ايه انتوا بتوجهوا على ايه انا ما اعرفش تمام. اللي هي ايه من ضمن الاربع اصفار صح يا باشمهندس، وعشان كده هو بيحطوا اقل اولويه فيهم بيحطوا في الاخر خالص يعني ما طلع هو الاول بيشيك بيتشك على ايه لو ما طلعش ولا فرع من بتوعي نطلع عليه، وعشان كده الديفولت ستاتيك كروت بيخزنه في اخر الجدول هتلاقي اخر طريق في الجدول عشان ما يرميش حاجه الاساسيه ده اخر حاجه تروح لها خالص. الباكت بتاعتك بتشيك الاي بي بتاعها مع كل الشبكات اللي عندي في الشركه ما طلعتش ولا راح لاي شركه في شبكه داخليه عندي اخرج على الديفولت. انت عارف الديفولت ده البديل ليه؟ للدروب بدل ما اوقع الباكت اخرجه على الديفولت. احنا عندنا اول سطر ما عندكوش سطور تاني. لا بس هو اقل اولويه اقل اولويه اقل اولويه تاخد ايه؟ كلها نت كل الراوتر ده نت ولو وصلت عليه ولو وصلت عليه 20 شبكه تحت ب 20 سويتش كل الناس دي داخله نت تمام. عايز بقى تعمل كنترول ده موضوع تاني هتاخد شابتر ان شاء الله السمستر الجاي اسمه اكسس كنترول ليست تمام كده. انت كده حطيت طريق اسمه اي بي روت لو الراوتر حد طلع على الفيس الباكت بتاع الفيس ده له اي بي طبعا هيروح للراوتر يبص على الديستنيشن اي بي مع الشبكات بتاعته مش موجوده عندي يقوم راميها على النت صح كده؟ بس انا مش مطالب اقعد اخزن شبكات الفيس وشبكات الجوجل وشبكات ياب لا هو طريق واحد بينهم كلهم. فين الحته بتاع المقارنه بتاعت الاي بي؟ هقول اهو بقى لسه انا قلت حاجه خلاص انا كتبت اهو اهو كوبي اهو بص شكل الطريق ده عامل ازاي جوه الجدول جوه التيبل اهو. لو دخلت جوه التيبل كده عملت ايه؟ شو اي بي روت يا نهار ابيض شايفينه مرمي فين؟ والرمز بتاعه ايه؟ اس استريك اللي هو ستاتيك ديفولت فالاستريك معناه ان ده نت والاس معناه اللي عامله الادمن بايديه ستاتيك ها تاني الاستريك معناه ده طريق النت اهو 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 شو اي بي روت اهو يا باشمهندس انا عملت شو اي بي روت وريني الروت اللي عندك الاس ده رمزه ستاتيك ستاتيك يعني ايه الادمن حطه بايده لانه بعد شويه ممكن ان شاء الله بعدين ان شاء الله نخلي الاوز بي اف هو اللي يجيب لك طريق النت فيبقى الرمز بتاعه او استريك فالاستريك معناه الديفولت بتاع النت والاس معناه ان الادمن هو اللي قال له لو انت ما انتش عارف اي حاجه روح على 0 على 1 تمام.
فهو لو جات له باكت مكتوب فيها 8 8 8 8 4 8ات يتشك على الاولانيه ما تمشيش، يتشك على الثانيه ما تمشيش، يتشك على الثالثه ما تمشيش، يتشك على الرابعه ما تمشيش، يتشك على الخامسه ما تمشيش، من غير الديفولت كان وقعها. طب في ديفولت ده انا بقول له اي حاجه باي صبنه ماسك يخرجها من 0 على 1 يوم رامي الباكت دي 0 على 1 ده الاربع ثمانيات ده الاي بي بتاع جوجل صح؟ اهو هو ده والله جيت واي اوف لاست ريسورت. هي فين؟ فين شفتها فين؟ اهو بص اه الجيت واي اوف لاست ريسورت. انت عارف لاست ريسورت يعني ايه؟ الملاذ الاخير تمام؟ لاست ريسورت. ايه المطلوب اللي يخليه يقارن يعني ياخد الاي بي ويقارن؟ الايه؟ يعني دلوقتي خدت اه ده بيهيفر راوتنج تيبل. ده البيهيفر بتاع راوتنج تيبل لما بيجي له باكت بياخد الديستنيشن اي بي ويرجعها للشبكه بتاعتها ويشوف الشبكه بتاعتها دي موجوده عنده في التيبل ولا لا، بيمشيها سطر سطر. ياخد الاي بي يطلع الاي بي بتاع الشبكه ويقارن. يقارن لو ما لقاهاش موجوده عنده في التيبل يوقعها. اه لو ما لقاهاش يوقعها. طب لو لقاها يعديه. طب هنا لما حطيت ديفولت لو ما لقاش اي واحده منهم تنفع يطلعها على الديفولت. مش احنا عندنا الشبكه في اللاب بتاعنا 192.168.5.0 مش معرفينها في الراوتر 186؟ لا ما عندناش 186. اه تمام 5.0 اه تمام اللي هي دي مش ماشي ماشي يا باشمهندس 5.0 صح؟ 5.0 مش عندي. مش معرفها مش معرفها. اه ما عرفتهاش باي بي روت. تمام لو فرض مجال انا غلطت وما عرفتهاش اه هيطلعها على الديفولت. هيطلعها على الديفولت. اكسلنت. تمام لو انا ما عرفتهاش جوه الجدول زميلتك بتقول لك في شبكه اسمها 5.0 نسي يعرفها جوه الراوترات موجوده في اسوان. لو حد بيبعت لها باكت وانت عامل ديفولت هيرمي لك على الديفولت. بس كده هتوصل على طريق النت. عن طريق النت. عن طريق النت لو ايه ده لو الراجل هناك في 5.0 عامل ريديستريبيوشن مش عامل مش هتوصل. لا دي شبكات برايفت. دي كلها شبك اه لا بس دي شبك قصدي الشبكات اللي انا عاملها دي كلها شبكات برايفت. برايفت يعني ايه؟ ما حدش من بره نت يجيبها. فمش خلاص ضاعت. شكرا. اصل 5.0 دي موجوده في المصريه و5.0 دي موجوده في فودافون و5.0 دي موجوده في اتصالات. هديكوا يعني ايه برايفت وبابليك دلوقتي. تمام؟ فالبي جي بي اللي بره اللي هو على اي اس بي ما بيعملش راوتنج على حاجات برايفت. البرايفت ده يحصل له امتى راوتنج؟ جوه. هتروح دلوقتي؟ اه ماشي راح البحر ماشي. ها الراوتنج فين؟ جوه. خلاص كده؟ في مشكله عند حد كده؟ طيب ممكن ناخد بقى البريك بتاع الصلاه؟